أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نتوقع أن نبتدئ سلسلة المحاضرات لصالح الأطفال من المصابين بمرض السرطان. النهاردة بإذن الله عندنا المحاضرة الخامسة في الجاسترونترينال تراك، وخاصة بموضوع غاية في الأهمية وهو البايل بيجمنتس والجوندس. وكعادتنا أولاد هنبتدي بالامتحان على المحاضرة السابقة بإذن الله. هنا بيقول لنا one answer is correct، يعني إجابة واحدة هي الصح، إجابة واحدة. During vomiting، في أثناء ال vomiting، there is stomach contraction. طبعا دي غلط، لأن احنا قلنا دي نقطة مهمة جدا في ال vomiting، إن ال stomach is completely relaxed or passive. إنما في increased salivary excretion، دي إجابة صحيحة، وقلنا ده سؤال شافه مهم و MSQ مهم. إن stimulation of vomiting center، عملية الفوميتنج بقى معاها سليفر سكريشن عشان خاطر السليفة دي فيها مية تو ديلوت الHCl وفيها بفر تو نيوترايز الHCl اللي هيطلع من الاستومك في حالة الفوميتنج. اللارينكس is elevated to be covered by epiglottis، ده خطأ، ده بيحدث فقط في السوارينج. all of the above تبقى خطأ، وعليه الإجابة الصحيحة تبقى B for baby. السؤال الثاني regarding pancreatic secretion، الأكس secretion is produced by acinar cells، إجابة خطأ، هو by duct cells، عشان هو لازم ينزل الأول من الدكت على الانتستين عشان يوضب الميديم في الانتستين للإنزيمز اللي ما بتشتغلش غير في الكلام ميديم. البانكرياتيك secretion is acidic secretion، غلط، هو الكلين. is enough to complete digestion from A to Z، دي إجابة صحيحة. طيب أظن إناف هنا السبيلينج بتاعها غلط. Regarding the enzymatic secretion of pancreas، all are correct except. فيبقى هنا قلنا it's mainly nervous، برضو خطأ. Regarding the enzymatic secretion of pancreas، all are correct except all enzymes are secreted in their active state. طبعا هو عاوز الغلط، هي دي الإجابة الخطأ، لان البروتريتيك انزيمز تبقى ان اكتف وبيحصل لها اكتيفيشن في الانتست، والا كانت هضمت البنكرياس. اتس انكريزد باي فيجال ستيميليشن، اجابه صحيحه، الانزيماتيك بتزيد بالفيجال ستيميليشن. ات نيدز نيوترال اور الكلاين ميديوم تو فانكشن، ده صحيح، وقلنا ان الميديوم بيبقى نيوترال او الكلاين في الجيجنوم مش في الدوديوم. اند اتس بور ان صوديوم بايكربونات، صح، اللي ريتش ان صوديوم بايكربونات هو الأكس سكريشن. السؤال الرابع regarding bile salts، they are formed from cholesterol، صح، conjugated مع glycine and taurine اللي هو derivative of cysteine، صح، choleretics يعني بيزودوا bile salt secretion من الليفر، صح، يبقى all of the above الإجابة دي هي صحيحة. regarding bile salts، they are essential for digestion of fats، لا هم help بس، فدي غلط. the absence lead to steatorrhea، يعني fatty diarrhea with fats mostly undigested، غلط، ما هي هم بي help بس، بيحصل steatorrhea بس بيبقى الفاتس mostly digested، هم essential للabsorption. وبعدين they are amphipathic، دي إجابة صحيحة، يبقى الإجابة الصحيحة C، وعليه all of the above تبقى غلط. يبقى السؤال الأول يا أولاد الإجابة B for baby، الثاني C for cat، الثالث A for alpha، الرابع D for daddy، الخامس C for cat. ده كان الجزء الأول في كعادتنا وهو الخاص بالامتحان. زي ما قلت احنا النهاردة بإذن الله هناخد موضوع مهم جدا اللي هو البايل بيجمنتس، وموضوع متعلق بالبايل بيجمنتس هو الجوندس. واحنا قلنا ان البايل بيجمنتس دي اكسكريتوري برودكت، يعني دي اخراج مش افراز،
لأن البايل بيتكون من شيئين أساسيين، بيتكون من بايل سولتس أملاح صفراوية، دي سيكريتوري، دي حاجة مفيدة، دي إفراز مفيد للديجيشن أبزوربشن أوف فات، وبايل بيجمنتس اللي هو إكسكريتوري برودكت، يعني إخراج حاجة مش مفيدة اللي هو نفايات الآر بي سيز. فده موضوع النهاردة. بس إحنا كنا في المحاضرة السابقة بسبب انقطاع البث كان في سؤال مهم اللي هو الفرق بين الكلوريتكس والكولاجوج، فهنقوله عشان تبقى المحاضرات بتاعتنا كاملة. ايه الفرق بين الكلوريتكس والكولاجوجز؟ قلنا ان السابستنسز which stimulates the liver to secrete bile، يعني بيشتغلوا على الليفر، على الليفر هنسميهم كلوريتكس، انما اللي بيشتغلوا على الجول بلادر يعملوا لها ايفاكيويشن هنسميهم كولاجوج. وكنا قلنا ان كلمه كولاجوج من شقين، كولي يعني ريليتد تو ليفر، متعلق بالكبد لان هي متعلقه بالبايل اللي حاجه لها علاقه بالكبد، هو جوج في اللغه يعني يزيد تو انكريس. ودينا مثالين، ليمفاجوج يزود الليمف، سيكريتاجوج يزود السيكريشن. فكل جوج بيزود البايل ازاي؟ بانه بيفاكويت الجول بلادر، بينما الكولوريتكس بتشتغل على الليفر تخليها تطلع البايل بتاعها، سبستنسز ويتش ستيميليت البايل سكريشن. قلت ان المعلومه دي كولوريتكس كولاجوجز هتاخدوها في الباثولوجي، يعني النهارده في الفسيولوجي باذن الله العام القادم في الباثولوجي، بعد كده ابقى مربطنا في الجراحه. فما فيش دكتور ما يعرفش الفرق بين الكولوريتكس والكولاجوجز لازم تبقى عارفها. طب ممكن واحد يتلخبط كلمتين شكل بعض، مين فيهم على الجول بلادر تعمل لها ايفاكويشن ومين على الليفر تعمل لها ستيميليشن انها تطلع البايل؟ قلت اقولها لكم بطريقه لم ولن تنسى. بص لي كويس، الكولاجوج هي دي اللي على الجول بلادر، ما تنسوهاش ابدا. يبقى حتى الواحد بيقول تملي احنا بنفتكر انت قلتها ازاي، شرحتها ازاي، كل جوج هي دي اللي على جوج بلادر تعمل لها ايفاكويشن. يبقى الثانيه اللي هي بتشتغل على الليفر هي دي اللي بيسموها كولوريتكس. طيب نقول هنا بقى مين اشهر كولاجوج في الجسم؟ طبعا الكوليسيستوكاينين، حتى من اسمه كوليسيست يعني حواسله مراريه، كاينين يعني محرك، بيحرك الحواسيل المرئية، مش هتمشي طبعا، هيعمل لها ايفاكيويشن، ده اشهر واحد. بينما نيجي للكولوريتكس عندنا اكثر مثال، اهم مثال في الكولوريتكس هو البايل سولتس، يعني البايل سولتس هما الموست باورفول كولوريتكس. طب تعالى نفهم ليه. انتوا فاكرين يا اولاد كنا قلنا البايل سولتس الليفر بتطلع في اليوم 3.5 جرام بايل سولتس، بتستعيد منهم من 90-95% بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس، وبتفقد قلنا من 2-4 جرام بير دي. فشيء رائع، انا بقولها باسلوب يفكرك ان البايل سولتس اللي تم استعادتها لما بترجع للكبد بتستثير الكبد انه يعوض اقرانها اللي فقدوا في الاسطول، الاثنين من 10-4 فقدوا، ولما يرجع البايل سولتس يقولوا لليفر من فضلك عوضي البايل سولتس اللي تم فقدانها، طلعي بايل سولتس. عشان كده البايل سولتس هي the most powerful كولوريتكس. بقولها بطريقه ثانيه عشان تفتكرها، صدق او لا تصدق، اهم حاجه بتستيميليت الليفر انها تطلع البايل سولتس، افتح ودانك، هي البايل سولتس. البايل سولتس هي اكتر حاجه بتستيميليت الليفر انها تطلع بايل سولتس، وفهمنا ليه، عشان تعوض الشويه اللي فقدوا في الاسطول. طيب السكرتين انذر اكزامبل، ده السكرتين لما بيروح للكبد زي ما عمل في البنكرياس، ده مخه كله انه يتخلص من الهيدروكلوريك اسيد، لانه قلت الهضم لن يتم في وسط اسيدك، فراح للبنكرياس طلع سكريشن لارج ان فوليوم تو دايلوت ال HCl، ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترلايز ال HCl، وسميناه اكيوس سكريشن في البنكرياس. تصور السكريتين اللي بيروح للليفر بيطلب من الليفر بايل
بنفس مواصفات البنكرياتيك سكريشن، لارج ان فوليوم، في ميه كتير، بايل مليان ميه، تديلوت ال HCl، ريتش ان صوديوم بايكربونات تنيوترايز ال HCl. عشان كده بيسموها للاوائل السكرتين. الطالب العادي يقول كلوريتيك، تشتغل على الليفر تخليها تطلع بايل، بس ده بيطلع بايل بمواصفات خاصه، ميه كتير تو دايلوت ال HCl وصوديوم بايكربونات نيوترايز، ميه كتير، عشان كده سموه هيدروكلوريتكس. يبقى الاوائل يقولوا السكرتين مش كلوريتيك، يقولوا حاجه احسن شويه من بقيه الطلبه، هيدروكلوريتكس. ولا تنسى ثالث كلوريتيك عندنا اللي هو الفيجاس عن طريق الاستايكولين، بيستيميليت الليفر انها تطلع بايل. يبقى عندي مثال واحد في الكولاجوج، الكولاجوج جوج جوج بتشتغل على الجوج جوج جوج جول بلادر، وهو سي سي كي. بينما خدنا ثلاث امثله في الكولوريتكس. The most powerful cholerics، اكتر حاجه بتطلع البايل هو البايل سولتس، اوعى تنساها، البايل هو البايل سولتس تعويض اقرانها. ثم السكرتين اللي بيطلع بايل بمواصفات خاصه بغرض القضاء على الاتس ال، لان الهضم لن يتم في اسيديك ميديم، فبيطلع ميه تديلوت، عشان كده سموه هيدروكلوريتيك الاتس ال، وبعدين صوديوم بايكربونات تنيوترايز الاتس ال. ولا تنسى الاستايل كولين بتاع الفيجاس. برضو معلومه تبقى احب اقولها للطلبة، انه لما واحد يروح يبقى عنده يعني تعب في الكبد، فالدكتور يقول له بلغتنا كده اللي هي الدارجة، انا هديك دواء ينشط الكبد يخليها تشتغل اكتر. يبقى هو بيديه ايه في الحالة دي؟ ايه اللي بيشتغل على الكبد؟ بيديه كولوريتيك، كولوريتكس. يبقى لما يقول له الكبد بتاعك كسلان وهنديله دواء ينشطه، هو بيديه كولوريتكس. اما كل جوج 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 يو ويل نيفر فورجيت ذا ريست اوف يور لايف، بتشتغل على جوج 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 جول بلادر. واحد من اشهر اسئله في الفيسيولوجي باثولوجي ميديسن اند سيرجري. طيب نيجي بقى لموضوع اليوم ودره هذه المحاضره. الاول بس نزود الاضاءه شويه بعد اذنكم. دره هذه المحاضره اللي هو البايل بيجمنتس، اللي هو الاخراج. ليه؟ لان ده متعلق بمرض من اهم الامراض وهو الصفرة اللي هو الجوندس. فاحنا هنبتدي نتكلم على الفورميشن اوف بايل بيجمنتس. وانا بتخيل كده ان احنا قاعدين على قهوة من اقدم القهاوي في مصر، عارفينها طبعا، وهي قهوة الفشاوي، اللي من اقدم القهاوي في فقره المعلومات العامه، انشئت سنه 1797 واكتسبت شهرتها من ان كان بيقعد عليها الاديب والروائي العالمي نجيب محفوظ، وكتب سلسله من القصص بتاعته في هذه القهوه. وطبعا انتوا عارفين ده خد جائزه نوبل في 1988 ورحل عن عالمنا في سنه 2006 رحمه الله، خد جائزة نوبل. فأنا بتصور إحنا قاعدين على قهوة الفيشاوي، واحد سألني كده، بدل ما نبتدي بكلام معقد زي ما يبدو من الدياجرامز، طالب قال لي هو إيه البايل بيجمنتس دي؟ فقلت له البايل بيجمنتس هي نفايات الار بي سيز، الار بي سيز التي قضى الله في أمرها وانتهى عمرها. احنا عارفين الار بي سي ليها عمر 120 يوم، ودي اكتر خلايا موجوده في الجسم، الار بي سي دي الخلايا الاكثر عددا في الجسم. فالار بي سي اللي انتهى عمرها بتتكسر، النفايه بتاعتها بقى هي البايل بيجمنتس. يبقى اول معلومه اتعلمناها عن البايل بيجمنتس على قهوه الفيشاوي ان البايل بيجمنتس دي نفايات الار بي سي. طب المعلومه الثانيه، طب الجسم كونها نفايه، كونها نفاية هيتخلص منها فين؟ قرر الجسم انه يتخلص من معظمها، من معظمها في الاسطول في البراز. وهذه النفاية هي اللي بتدي الاسطول اللون البني المألوف. يعني بناكل وجبات متعددة الالوان، خيار اخضر، جزر اصفر، طماطم حمراء، بس تملي الاسطول بينزل بني. تبقى فاهم ليه؟ ده سؤال في الشافوي، ايه سبب البراونش كالوريشن وستول؟ هو نفايات الار بي سيز، الويست برودكتس والار بي سيز، اللي هي على فكره اكتر خليه في جسمنا هي الار بي سيز، تشكل
في فقر المعلومات العامة عددا 3 ارباع خلايا الجسم ار بي سيز، وبقية الانواع كلها الربع، لان كل ملي متر مكعب فيه حوالي 5 مليون ولها عمر 120 يوم. النفاية بتاعتها عبارة عن بايل بيجمنتس. كانت هذه المعلومة الاولى. المعلومة الثانية على القهوة ان بنتخلص منها في الستول، وهي بيبقى لونها زي ما قلنا بني، وهي ده اللي بيدي الستول البراونش كالوريشن. تعال بقى ناخد القصة بطريقة علمية، بس انت الوقت متوقع هنتكلم على ايه، ان ايه هي البايل بيجمنتس دي، نفاية الار بي سيز، وهنتخلص من معظمها في الستول. تبتدي العلم هيا بنا الى مقبرة الار بي سيز، حتى اللي بيموت فيها الار بي سيز. طبعا الجريف يارد اوف ار بي سيز في العموم هو الريتيكولوندوثيليال سيستم، انما اشهر اورجان بيتكسر فيه الار بي سيز اللي هو السبلين، اللي هو الجريف يارد اوف ار بي سيز. فاول ستيب في الريتيكولوندوثيليال سيستم الار بي سيز اللي انتهى عمرها وقضى الله في امرها، هتتكسر بالتيشو ماكروفاجز. ايه اهم مكون فيها؟ الهيموجلوبين. فيتكسر لحاجتين هي الى روحها، هيموجلوبين، يبقى هيم وجلوبين. هذا الجلوبين عبارة عن بوليبيبتايد، خلاص بروتين، يبقى هيتحول هيتكسر الامينو اسيدز. طب والهيم، كلمة هيم تعني حديد، فهيتكسر الى حديد واربعة بايرول نيوكلياي، لان احنا كنا عارفين الهيموجلوبين موليكول عبارة عن فور سب يونتس. طب بالله عليك كده بص للرسمة، مين اللي ممكن نعيد الانتفاع به في واحد من اهم عمليات الريسايكلينج في الجسم اللي اتعلمناها من الخالق؟ الجلوبين، الجلوبين اداني امينو اسيد، والهيم، هيم يعني حديد، اداني حديد. يبقى دول نعيد استخدامهم في عمل نيو ار بي سيز. اتبقى عندي نفاية اللي هي الفور بايرول نيوكلياي، لان كان فيه فور سب يونتس في الهيموجلوبين، بتتحول لحاجة هتنزل في البايل فسموها بايل، ولونها اخضر فسموها بيليفيردين. بيليفيردين يعني البايل الاخضر، وكلنا عارفين في الفرنسية كلمة فير يعني اخضر. كان عندنا في الداون تاون في القاهرة محل اسمه صالون فير، ومعناها الصالون الاخضر. فبتتحول الى بيليفيردين اللي اميديتلي بيبقى ريديوز للمادة الاهم بقى اللي هي البيليروبين، يعني البايل الذهبي. روبن يعني ذهب، ومعناها ان لونها اصفر زي ما انا حتى مديها باللون. يبقى ده الخطوه الاولى في مقبره الار بي سيز في الريتيكولوندوثيليال سيستم، بواسطه التيشو ماكروفاجس تم تحطيم الهيموجلوبين الى جلوبين وهيم. الجلوبين خدنا منه الامينو اسيد، والهيم خدنا منه الحديد، ودول نعمل لهم ريسايكلينج. الفور بايرول نيوكلياي دي النفاية اللي يمكن الانتفاع بها، هتتحول لبيليفيردين اللي اميديتلي هتتحول بالريدكشن للمادة اللي هنتعامل معاها وهي البيليروبين، من اللون الاخضر الى اللون الاصفر. طيب احنا قلنا معظم النفاية دي هنتخلص منها فين؟ في الستول. طب تعالى نحط الخريطة ازاي ننزلها في الستول. فكر بدل ما نحفظ ونقرأ مع بعض، وبليز ركز معايا جدا، موضوع البايل بيجمنتس والجوندس هتاخده 4 مرات في الطب، بس ما اعرفش الاطباء بيجاملوني ولا لا، بيقولوا اكتر مره فهمنا فيها البايل بيجمنتس وفهمنا فيها الجوندس كانت مع العبد الله في الفسيولوجي. تعالى عندي البيليروبين، كميات بالهبل، لان الار بي سيز دي اكتر خلايا في الجسم، فقلنا ننقلها في الدم للكبد، ده ستيب 2. يبقى بعد ما كوناها ستيب 2 ننقلها في الدم للكبد. ستيب 3 الكبد ينزلها في الانتستين، خلاص. ستيب 4 من الانتستين تنزل في الستول. يبقى عشان كده عندي 4 ستيبس. الاول في الريتيكولوندوثيليال سيستم اتكون البيليروبين، هنشيله في الدم يروح للليفر، الليفر عن طريق البايل داكتس، البايل داكتس يروح للانتستين، وفي الانتستين معظمها هينزل في الستول. ناخد بقى ستيب باي ستيب في البلاد. عشان البيليروبين ده لازم يتشال، بنشيله على ألبيومين. طالب سألني اشمعنى ألبيومين؟ ايه رأيك انت؟ جاوب فيها.
احنا عارفين معظم الهرمونات كانت بتتشال على الجلوبولينز. ليه؟ لان الجلوبولينز عنده الهايست افينيتي تو هرمونز. بينما البيليروبي اللي طالب ذكي، انا قلت ده النفاية بتاعت اكثر الخلايا عددا في الجسم، عددا اللي تمثل 3/4 خلايا الجسم وعلى الار بي سيز، يعني كميات بالهبل من البيليروبي، فلازم نشيلها على البلازما بروتين الاكثر تواجدا وهو الالبيوم. يبقى افهم. طيب البيليروبين هو متشال على الالبيومين، بنسميه ثلاث اسماء، نسميه هيم بيليروبين، دي سهله لانه في الدم. لسه ما حصلوش كونجوجيشن، كونجوجيشن بيحدث في الليفر، فعشان كده يسموه الانكونجوجيت او الفري بيليروبين. لو عاوزين نكشف عليه في الدم، في تجربة مهمة اسمها فاندنبرغ للكشف عن البيليروبين في مرض الجوندس. بنحط ريجنت، مادة اسمها ديازو ريجنت او اسمها الطويل البريش الدهايد ديازو ريجنت، خلينا في ديازو ريجنت. ممكن لو ادت لون بنفسجي على طول نسمي هذا البيليروبين دايركت، لكن لو كان لازم نحط ميثايل الكحول عشان نفصل البيليروبين من الالبيوم عشان تدي اللون البنفسجي يسموه اندايركت بيليروبين. يعني تصور من اهميه التجربه دي بتاعه الفاندنبرغ. الفاندنبرغ ده راجل داتش عاش في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع، اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. مات قبل انتهاء الحرب العالميه بسنتين تانيه سنه 1943. عمل اهم تجربه للكشف عن البيليروبين في مرض الجوندس. فلما تحط الديازوري ايجنت على الهيم بيليروبين ما يديش اللون على طول، لازم تفصل الهيم بيليروبين عن الالبوم. هتاخدوا كام ده في البايل؟ بواسطه ميثايل الكحول مش ايثايل. الهباب اللي بيشربوه الناس ده ايثايل، ايثايل هنحط ميثايل. يبقى لازم تحط الاول ميثايل الكحول عشان تفصل الهيم عن الالبوم، وبعدين تحط ريجنت في اللون البنفسجي. يبقى اللون البنفسجي ما بيتكونش دايركتلي، بيتكون اندايركتلي. عشان كده لاهميه هذه التجربه سمي الهيم بيليروبين ده اندايركت بيليروبين. يبقى اول نوع من البيليروبين اللي هو موجود في الدم ليه ثلاث اسماء مشهوره. هيم بيأسهل واحد، هو ده اللي في الدم. انكونجوجيت لانه مش كونجوجيتد، وبعدين اندايركت لانه بيدي الاندايركت فاندنبرغ. وحفظتها لاجيال بطريقه رائعه. اللي مش كونجوجيت هو اللي مش دايركت، الان والان. اللي مش كونجوجيت احنا عارفين الكونجوجيشن بيحصل في الليفر، يبقى اللي في الدم ده ان كونجوجيت هو اللي بيدي الاندايركت فاندنبرغ ومتشال مع قلبه. دي كان الحلقه الثانيه. الخطوه الثالثه في القصه بتاعتنا، رحنا الليفر. فبيحصل في الليفر اربع عمليات لازم اعرفهم صم، لان الخلل في اي عمليه هيؤدي الى ان الهيم بيليروبين يزيد في الدم ومش هيقدر ناخده. فاول حاجه الليفر بتعمل اكتيف ري ابتيك، تدفع فلوس عشان تاخد الهيم بيليروبين. بتاخد الهيم بيليروبين وتسيب الالبيومين. زي ما بقول لما يجي لك شيال على البيت عامل لك هوم ديليفري، بتاخد الحاجه اللي جايبها وما بتاخدش الشيال. فبنفس المنطق الليفر بياخد البيليروبين ويسيب الالبيومين وبيدفع فلوس، زي ما انت بتدفع فلوس للراجل اللي بيعمل لك هوم ديليفري، هي بتدفع فلوس تعمل اكتيف ريابتيك للهيم بيليروبين من غير القلب. وبعدين تعمل لها بايندينج للسيتوبلازميك بروتين. دي تاني خطوه، انه البيليروبين يتحد مع سيتوبلازميك بروتين. تالت خطوه تعمل لها كونجوجيشن مع جلوكورونيك اسيد. ليه ليفر بتعمل كونجوجيشن؟ اعلمك برضو شويه بايو. الليفر بتعمل كونجوجيشن مع جلوكورونيك اسيد بغرض حاجه واحده، ان تحول حاجه، افتح ودانك، انسوليبل ان ووتر تو سوليبل. فبتعمل لها كونجوجيشن مع جلوكورونيك اسيد عشان تبقى سوليبل. وبعدين الخطوه الرابعه تعمل لها اكسكريشن، وده برضو اكتيف، يعني خدتها بفلوس وهتسيبها بفلوس في البايل عشان تنزل في البايل داكت زي ما اتفقنا الانتست. حفظتها الاجيال بطريقه لطيفه قوي، انه في الليفر حصل اربع عمليات A B C E.
اهي شوف A B C فوت D وقول E. A active reuptake دي اول step. B binding مع cytoplasmic protein. C conjugation مع glucuronic acid. ثم هنفوت D excretion في البايل. طيب نسمي هذا النوع من البيلروبين ايه بقى اللي اتكون في الليفر؟ نسميه كولي. ما انا علمتكم كولي يعني related to liver. نسميه conjugate لانه conjugated مع glucuronic acid. نسميه دايركت بيليروبين لانه لما بتحط الدازور ايجنت في الفاندنبرغ تيست بيدي اللون البنفسجي على طول على طول. الكولي يدي اللون البنفسجي على طول فهيبقى ده دايركت بيليروبين. انما الهيم كان لازم تفكه من القلب مبسط مثال الكحول عشان يدي اللون. فعشان كده من اهميه الفاندنبرغ سموه الان دايركت. وعليه يبقى ايه اهم حاجه في الموضوع النهارده جونس يا اولاد؟ ان يوجد نوعان من البيليروبين وهو في الدم اسمه هيم وهو في الليفر اسمه كولي. والكلمه دي سهله لانها بتنديكيت المكان. هيم يعني ريليتد تو بلاد. كولي علمتها لكم اللي فاهم ترمينولوجي يعني ريليتد تو ليفر. وقلت الكولي بحرف السي هو الكونجيجيت بحرف السي. هما مش عشان السي مع السي ده دي فوق البيعه لان مفيش كونجوجيشن بيحدث غير في الليفر. الكونجوجيشن مع الكرونيك اسيد بيحدث في الليفر وفوق البيعه. اوعى تنساه الكولي هو الكونجوجيت هو الدايركت. طب يبقى الهيم هو اللي مش كونجوجيت ان كونجوجيت هو الان دايركت. ده اهم نقطه في الموضوع لتالت مره مش هقدر اعتمد انك تسمعها تاني في الفيديو. وي هاف تو تايبس اوف بيروبين بيدوا مرض جونز. وهو في البلاد بنسميه هيم وهو في الليفر بنسميه كولي. ولازم تبقى حافظ الاسماء الثانيه. الكولي يعني ريليتد تو ليفر افهم. الليفر هنا بتعمل كونجوجيشن فهو اللي يسموه كونجوجيت بيليروبين. يبقى حتى قلنا فوق البيعه السي مع السي الكولي هو الكونجوجيت هو الدايركت بيليروبين. يبقى الهيم ده ان كونجوجيت لسه ما راحش الليفر يبقى ان كونجوجيت. وقلت اللي مش كونجوجيت مش دايركت طريقه لا تنسى. الهيم ان كونجوجيت indirect اللي مش conjugate مش direct بدي indirect فاندنبرغ. انما الكولي هو الكونجوجيت هو الدايركت. طيب نيجي الخطوه الرابعه بقى. الليفر زي ما اتفقنا في الخطه ان احنا البلاد القلب من هيشيل البيليروبين يوديها للليفر والليفر عن طريق البايل داكتس. ولا تنسى الاربع خطوات لانها هتاخدها في الاطفال الجوندس هتاخده في الاطفال وفي جراحه وباثولوجي وباطنه وايفن في الفسيولوجي. خمس مرات هتاخد موضوع جونز. دي كانت اسهل طريقه باذن الله. اربع خطوات A B C E. اي خلل في واحده منهم تؤدي لجونز. ما تاخدوها بقى في اوانها. فزي ما اتفقنا هننزل البيليروبين للانتستين. وهناك في الانتستين في بكتيريا تعمل ريدكشن لل بيليروبين وتنتهي إمبراطورية البيليروبين وتبتدي إمبراطورية جديدة بسميها إمبراطورية البايلينوجين. أهي البايلينوجين يتحول إلى يورو بايلينوجين أو ركز ممكن تقول بايلينوجين بس. وزي ما احنا متفقين إن هو هايلي سوليبل لأنه أساسا كان كونجيجيتد. يبقى التحول من كلمة بيليروبين إلى بايلينوجين حصلت فين؟ حصلت في الانتستين بفعل ايه؟ بالبكتيريا بالريدكشن. اتحول من بيليروبين الى بايلينجين. طب احنا متفقين نعمل ايه يا اولاد في هذا البايلينجين؟ احنا متفقين ان هذا اليورو بايلينجين نخلص منه في الاستول. تمام؟ ف50% من الكميه كما اتفقنا بتتحول الى حاجه هتنزل في الاستول. يبقى عيد نسميها يورو فنسميها ستيركو. ستيركو يعني ريليتد ستول. ستيركو بايلينجن ده 50% تنزل. وهنشوف ال 50% دي هيحصل فيها ايه. وال 50% اللي فاضلين تستغل انها سوليبل ان ووتر وتستهبل دايبه فتمتص مع مكونات الانتستين باك تو ليفر. يبقى مره اخرى عندي انتيرو يعني انتستين هيباتيك
circulation for bile pigments, على غرار الانتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس. بس معامله الليفر مختلفه. الليفر لما يرجع له البايل سولتس افتح ودانك، ده افراز مفيد يقول له عن رحبه والسعه. انما لما يرجع له بايلينوجين ده اخراج غير مفيد، ده نفايه، ده زباله، فيرجعها تاني للانتستين. يبقى البايل سولتس يحتفظ بيه الليفر، انما البايل بيجمنتس اللي بتستهبل واستغلت انها هايلي ووتر سوليبل ورجعت مع الاكل برضو انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل بيجمنتس، لا اعاد الليفر القصف بيها مره اخرى. طيب يبقى 50% هينزلوا بادب و 50% بقله ادب، هيرجعوا ثم نعاود السكريشن بتاعهم مره اخرى. طب تعال نفرق. قلنا الميجور باس واي، الباس واي الاساسي ان اليوروبايلنجين ده هنسميه في الاستول ستيركوبايلنجين، هيتحول الى ستيركوبايلنجين تمام بتاع الاستول. وعلى فكره في جزء، ليه قلنا الميجور باس واي؟ لان برضو في جزء صغير من هذا الستيركوبالينجن، هو حته صغيره ايه برضه بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن ترجع الليفر. يعني الانتيرو هيباتيك سيركوليشن دي بترجع، خليك معايا، نص اليوروبالينجن، نصه بيرجع ليعاد الاكسكريشن، وجزء صغير من الستيركوبالينجن، وبرضه هيرجع تاني الانتستين. الليفر مش هتحتفظ بنفايات. فالستيركوبالينجن ينزل في الستول، يتأكسد الريكتم كلها غازات طبعا، كلنا عارفين الريكتم مليانه غازات، فبالاكسجين يتحول الى ستيركوبايلين. حتى الكلمه واضحه، ستيركوبايلينوجين. ليه سموها جين؟ لانها تعمل جينيسيس اوف ستيركوبايلين، احنا اتعلمناها. جين يعني بتجنريت، بتطلع حاجه، ستيركوبايلين اللي هو مسؤول عن البراونش كالوريشن اوف ستول، ده الميجور باسوي. يبقى معظم اليوروبايلينجين سواء بادب دايركتلي او بقله ادب بعد ما نصهم يرجعوا للليفر عن طريق انتيرو هيباتيك سيركليشن، الليفر ترجعهم تاني، في النهايه المعظم نزلوا في الستول وتحولوا لستيركوبايلين المسؤول عن اللون البني بتاع الستول. تريسز من اليوروبايلينجين بتمتص في السيستميك سيركليشن بقى، هنا مش هناك، كان في البورتال عشان كده بترجع للليفر، انما في جزء صغير بيمتص في السيستميك سيركوليشن. طب ده هنعمل فيه ايه؟ ده نفايه بسيطه جدا، الجزء الصغير جدا ده ننزله في اليورين، فيسموه في الحاله دي واستحق اسمه يوروبايلينوجين، اللي هيتاكسد بس بره الجسم، لان المثانه البوليه ما فيهاش اكسجين، ما فيهاش غازات، بره الجسم الى يوروبايلين الغير مسؤول عن اللون الاصفر بتاع اليورين. يعني بينما الستيركوبالين هو المعظم اللي بينزل في الستول مسؤول عن اللون البني بتاع الستول، اليوروبالين اللي هو الكميه الصغيره جدا حوالي 5% او اقل اللي بتدخل السيستميك سيركوليشن وتنزل في اليورين، فيبقى هنا استحقت اسمها يوروبايلينوجين. بتاكسد اليوروبالين بره الجسم، غير مسؤول عن اليلوش كالوريشن في اليورين. وحتى هوامش، واحد يسالني هو مين اللي بيدي اللون الاصفر بتاع البول؟ ماده اسمها ما عليناش، انما نقولها اسمها يورو كروم، يعني يورو يعني يورين وكروم يعني صبغه، يبقى حتى من اسمها هي اللي بتصبغ اليورين، اسمها يورو كروم، ملهاش دعوه باليورو بايلين. طالب قال لي بروفيسور، قلت له مع العبد الله عمرنا ما هنتوه. يبقى الموضوع على انه طويل، في النهاية هو عبارة عن اسمين كل ينقسم حسب موضعه إلى اسمين، يبقى أربع أسماء بس. أنا هعيدها عشان تطلع حافظها صم، ما حييت صم. إن أنا عندي بيلي روبين، دي المادة الأهم، دي اللي بتدي جونز. بيلي روبين يعني بايل ذهبي، روبين يعني ذهب، دي اللي بتدي لون الأصفر. خلاص؟ وبعدين في الانتستر حصل لها ريدكشن وتحولت إلى بايلينجين. يبقى بيلي روبين وبايلينجين، كلمتين. بيليروبين وبايلينجين. فين التحول من بيليروبين لبايلينجين؟ حدث في الانتستين بالبكتيريا برودكشن. كل ينقسم حسب مكانه
الى نوعين، وحتى هياخد الاسم من مكان، يعني البيروبين هو الاهم وهو الاهم، وهو في الدم سميناها هيم، وهو في الليفر سميناها كولي، يبقى نوعين هم. وقلنا في الليفر الكولي حصل له كونجوجيشن، يبقى هو الكونجوجيت هو اللي بيدي الدايركت فاندنبرج، بينما الهيم لسه ما حصلوش كونجوجيشن، يبقى ان كونجوجيت، واللي مش كونجوجيت هو اللي مش دايركت بيدي الان دايركت فاندنبرج. يبقى ده نص الموضوع. اتحولنا من بيليروبين الى بايلينوجين فين يا اولاد؟ في الانتست بالبكتيريا بالريدكشن. هذا البايلينوجين عشان نسهلها اكتر، البايلينوجين احنا اساسا عاوزين ننزله فين؟ في الاسطول. نصه هينزل في الاسطول بادب، والنص التاني هينزل برضه بقله ادب، هيستغل انه هاي ووتر سولوبل ويرجع عن طريق انتيرو هيباتيك سيركوليشن للليفر، بس الليفر تقول له انت راجع ليه؟ انت نفاية، انت زبالة، ترجعه مرة اخرى للانتست. يبقى النص كده رجع مشي على طول، عارف مصيره انه هينزل في الاسطول، والنص بيلعب معانا رجع للليفر بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن ورجعناه تاني للانتست عشان ننزله. طب اللي نزل في الاسطول ده نسميه ايه؟ بايلينوجين. نسميه ستيركو، يعني بتاع الاسطول، ستيركو بايلينوجين، كما توحي الاسم ستيركو بايلينوجين، يعمل جينسيس اوف ستيركو بايلين، المسؤول عن اللون البني بتاع الاسطول. 5% من الكميه بس تمتص، مش في البورتال، تمتص في السيستميك سيركوليشن. يبقى هنا ما اعرفش ارجعها الليفر، ويا نفايه يبقى نزلها في اليورين، وهنا استحقت اسمها يورو بتاع اليورين بايلينجين، اللي برضه هيتاكسد بس بالاكسجين اللي بره الجسم، مفيش البثانه البوليه، مفيش اوكسجين، الى يورو بايلين الغير مسؤول عن اللون الاصفر بتاع اليورين. يبقى الموضوع مش صعب يا اولاد. في كم كلمه في القصه؟ كلمتين. الكلمه الاهم بيليروبين الذهبي، بيليروبين، والكلمة الثانية بايلينوجين. التحول من بيليروبين إلى بايلينوجين حصل فين؟ في الانتستين بفعل البكتيريا. كل يبقى اسمين، كل واحد ينقسم لاثنين حسب مكان. البيليروبين هو الأهم، البايل الذهبي، هو في الدم يبقى هيم، وهو في الليفر يبقى كولي. وقلنا الكولي اللي في الليفر يبقى هو الكونجوجيت، حتى فوق البي على السي مع السي، الكولي هو الكونجوجيت، بس الكونجوجيشن أساسا في الليفر هو اللي بيجي الدايركت فاندنبرج، بينما الهيم اللي في الدم اللي متشال على الالبومين هو الان كونجوجيت، هو الاندايركت. طب التحول من بيليروبين الى بايلينوجين حصل فين؟ في الانتستين بالبكتيريا برودكشن، اداني بايلينوجين. انت ناوي تحطهم فين؟ ناوي تحطهم في الاسطول. 50% كده بادب ودعونا ونزلوا، و50% استهبلوا، استغلوا انهم كونجوجيتد، ان هم هايلي ووتر سوليبل، ورجعوا مع البورتال سبيشال ليفر، الليفر قلت لهم انتوا نفايه، انتوا زباله، رجعتهم تاني. المحصلة نزل 50% بأدب و 50% رجعوا تاني، كملنا 95% أو أكتر نزلناهم في الاستول. طب وأقل من 5% امتصوا في السيستميك سيركوليشن، ودول نفاية نزلهم في اليورين، نسميهم يورو بايلينجين. يبقى البايلينجين نوعان، أكتر من 95% في الاستول، نفايات الار بي سيز أساسا بتنزل في الاستول، فيسموها ستيركو بايلينجين، اللي هتتأكسب بالغازات اللي في الريكتا من ستيركوبايلين المسؤول عن اللون البني بتاع الاسطول. والخمسة في المية فيما هو أقل اللي ده راحوا في السيستميك، ما راحوش في البورتال، ونزلوا في اليورين يوروبايلينجين، هيتأكسب اليوروبايلين بره الجسم، غير مسؤول عن اللون الأصفر بتاع اليورين. المسؤول عن اللون الأصفر بتاع اليورين اسمه يوروكروم. يبقى فهمت القصة؟ يبقى مش هعيدها، انما هقول الملامح العامة. في عجالة ان البايل بيجمنتس هي نفايات الار بي سيز، قرر الجسم ان يوديها عن طريق البلط الخطوة الثانية، للليفر الخطوة الثالثة، تنزل في البايل داكس انتستين، الخطوة الرابعة ينزل معظمها 95% في الاسطول. قلنا نص الكمية بأدب على طول، ونص الكمية بعد ما ضيعوا وقتنا عملوا انتيرو هيباتيك سيركريشن فور بايل بيجمنتس. اقل من 5% دخلوا في ستيميك سيركوليشن ونزلوا في اليورين، ادوا اليورو بايلينوجين. يبقى عندي بيليروبين نوعان، قولوها انتوا بقى، هيموكولي. التحول من البيليروبين الى بايلينوجين حصل في الانتستين بالبكتيريا، ودول نوعين، النوع الاكثر ستيركوبايلين ثم ستيركوبايلين ثم ستيركوبايلين 95%، واقل من 5% يورو بايلين.
الستيركوبالين مسؤول عن البراونش كالوريشن، اليوروبالين غير مسؤول عن اليلوش كالوريشن. في حتة هنا في الفورميشن مش هتكتبها مع سؤال فورميشن لو جالك في النظر، بس مهمة الفهم، فعش كده أنا هشرحها دلوقتي. لنفرض إن شخص عنده انسداد في القنوات المرارية، أهو في شخص في عنده انسداد في القنوات المرارية. أشهر سبب لانسداد القنوات المرارية فقط المعلومات العامة ستونز، جول بلادر ستونز، حصوة 75% من حالات الانسداد بتبقى ستون، 25% بتبقى بسبب كانسر هيد اوف بنكرياس اللي هو نسبة الوفاة فيه 100%. فلو شخص حصل له انسداد في القنوات المرارية كما الراحل علي أمين رحمه الله بتاع أخبار اليوم، جاله كانسر في الهيد اوف بنكرياس، بس ده ربع الحالات، قلنا تلات ارباع الحالات بيبقى ستون، اتقفلت القنوات المرارية. عاوز اقول لكم حاجة في عجالة كده عن علي أمين، حتى الراجل اللي هو فكر في عمل عيد الأم. الراجل ده لما راح لندن وقالوا له انك انت عندك كانسر في الهيد اوف بنكرياس، عامله له انسداد في القنوات المرارية، قالوا انك انت هتموت في غضون اقل من 6 اشهر. اللي بيشخصوه كانسر في الهيد اوف بنكرياس من وقت التشخيص الى ان يتوفاه الله 6 اشهر. الراجل ده كان انسان، طب هو هيموت، ففكر فكرة رائعة، مش انه يحزن ويولول على مصيره، انما فكر في الناس اللي تقدر تخف، اللي عندها فرصة الشفاء بس معاش فلوس، فاضاء اخر شمعة ضمن شموعه الكثيرة، ضمن الشموع ده شموعه الكثيرة. هو عمل زي ما قلنا عيد الأم، وعمل حاجة اسمها أسبوع الشفاء، إن مؤسسة الأخبار تلم الفلوس من المتبرعين طوال السنة، وتيجي في أسبوع معين في أسبوع الشفاء تواكب الحصيلة مع الحالات الأكثر إلحاحا اللي جت لها بتطلب مساعدة مادية للشفاء. كانت دي نقطة أو يعني قصة ما بقدرش أوصل الحتة دي من غير ما أقولها، عشان نشوف يعني كرم خلق هذا الرجل في مواجهة الموت، ما خافش ما انهارش، فكر في اللي ممكن هم يخفوا بس ناقصهم فلوس. نرجع بقى لقصة علي أمين، الكانسر في الهيد اوف بنكرياس عمل له انسداد في القنوات المرارية. طب النفاية دي بقى كل بيضرب اللي اتكونت في الليفر نام فيها ايه؟ الجسم عنده نفاية مش قادر يوديها للبايل داتس وللانتستين ينزلها في الاسطول، فالجسم بيعمل حاجة لطيفة جدا، يحصل ارتجاع ريجرشتيشن للنفاية دي الكولي بيليروبين ومعها البايل سولز، لان طبعا فكر السكة ما بتتسدش على البيجمنت بس، خليك ذكي، السكة هتتقفل على البيجمنت اللي هي الاخراج الضار، وعلى السولز اللي هو الافراز المفيد، فبيحصل ارتجاع في الدم للكوليبيليروبين والبايل سولز، وناخد مسار اخر ينزلوا بقى في الحاله دي ما هم كونجكت ووتر سوليبل، ينزلوا في اليورين الكوليبيليروبين ومعاه البايل سولز اللي بسميه القرين، يعني كل مره هتشوف كوليبيليروبين تقول هو معاه البايل سولز. ليه؟ لان ايه اللي خلى الكوليبيليروبين يظهر في الدم؟ ان في انسداد، الانسداد ده مش على الكوليبيليروبين لوحده، على الكوليبيليروبين وعلى البايل سولز، فالارتجاع بيحصل كوليبيليروبين والبايل سولز، تمام؟ اللي هتلاقيني كل ما اقول كوليبيليروبين والبايل سولز، وهينزل في اليورين الكوليبيليروبين والبايل سولز. يبقى في انسداد القنوات المراريه كما في علي امين كانسر هيدو بنكرياس، الجسم قرر نقل النفايه من الاستول الى اليورين، عمل لها ارتجاع في البلط واكسكريشن ان يورين للكوليبيليروبين والبايل سولز. طب وعليه افهم، يبقى الاستول ما نزلش فيه نفايات الار بي سيز، فالاستول في هذه الحاله هيبقى فاتح جدا مش براون، فيري بيل، ونقلنا اللون البني لليورين، فاليورين بيبقى غامق في هذه الحاله، وبقولها في مزاح عشان ما تنسهاش. لما ينزل الكوليبيليروبين وبقوله معاه البايل سولز، الكوليبيليروبين هو اللي بيدي اللون، وهو في الدم طبعا الكوليبيليروبين روبين يعني اصفر، هيدي مرض الصفرة، ولما ينزل في اليورين ويتركز
اللون الاصفر هيبقى لون بني، فبيبقى اليورين لونه بني. افتكر ان بره يقولوا كوكاكولا لايك يورين، يعني اليورين في الاوستراكتيف جوندس بيبقى لونه كوكاكولا لايك، كل بيخليك كوكاكولا لايك. لكن انا اكثر اعجابا بتعبير الصعيده. الصعيده اللي عندهم اوستراكتيف جوندس لما كانوا يقولوا لي، يقول لي البون البول لونه لون الخروب، خروب، ما يقولش كوكاكولا لايك، لان لما في انسداد فالنفايه بدل ما نزلت في الانتستين والستول وديناها البلاد واليورين، فبقى اليورين هو اللي بني لونه زي الخروب. وانتوا يو ديد نوت جيت، انا عاوز اقول ايه، معلش اقرفكم شويه، انا ليه معجب بكلمه الصعيده؟ ان البول البول لونه كما الخر خر خروب، يعني كان المفروض ينزل في الخر خر خر خر، انت فاهم بقى الكلمه، في الستول خر 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 خر، نزل في البول. فعش كده تعبير الصعيدي بحبه اكتر من كوكاكولا لايك. الاجانب يقول لك في الاوستراكتيف جوندس البول بتاعي زي الكوكاكولا، انما الصعيدي يقول لك، فاهم اكتر الصعيدي، ده لونه زي الخروب، يعني كان المفروض ينزل في الخر نزل في اليورين، فبقى لونه بني. ده واحد من اهم الموضوعات في الطب، اللي هو الفورميشن اوف بايل بيجمنتس، التي هي في الخطوه الاولى نفايات الار بي سيز في الريتيكولوميسيال سيستم، الخطوه الثانيه شلناها مع القلب ونقلناها نفايات بالهبل في البلد، الليفر عمل لها كونجوجيشن عشان تبقى ووتر سوليبل ونزلها في الانتستين، انتهت امبراطوريه البيلروبين بنوعيه، الهيم وهو في الدم والكولي وهو في الليفر، وبدانا امبراطوريه جديده اللي هي البايلينجين في الانتستين بفعل البكتيريا بالريدكشن. واليورو بايلينجين قلنا معظمه هينزل في الستول، نصه بادب على طول ونصه بقله ادب بعد ما يرجع تاني ونرجعه، واقل من 5% بيمتصوا في ستيميك سيركوليشن وينزلوا في اليورين، يدوا اليورو بايلينجين اللي اتاكسد اليورو بايلين غير مسؤول عن اللون الاصفر بتاع اليورين. ثم ما تكتبش الحته دي لو حصل انسداد في قنوات البريه بالستون في 3/4 الحالات، كان سيلو بانكرياس في ربع الحالات كما الراحل علي امين، فبيحصل ارتجاع للكوليبيوروبين ومعاه البايل سولتس، وينزله في اليورين الكوليبيوروبين ومعاه البايل سولتس، هيخلي وهو في الدم يخلي لونه اصفر، وهو في اليورين يخليه كوكاكولا لايك او خروب لايك. طيب تقل للموضوع اللي هو جونس يا ولاد. جونس جوندس، يلا ده موضوع كلينيكي مهم جدا، الناس حتى انا عارف البوست جراديوت بتوع الماستير بيسمعوني يتابعوني كويس قوي. ما هو تعريف الجوندس؟ جوندس يعني لون اصفر، اتس يلوش تينج، لون اصفر. سببه ايه؟ لازم زياده البيروبين في الدم، هايبر بيليروبين ايميا. انا بقسم لك الكلمه بيليروبين، يعني البايل الاصفر زاد في الدم، هايبر بيليروبينيميا. هنا في سؤال مهم جدا في الخمس حاجات اللي قلتهم، فيسيولوجي باثولوجي اطفال باطنه جراحه، يقول لك ثريشولد، لان نورمالي فيه هيم بيليروبين في الدم، بس الهيم بيليروبين اللي في الدم نورمالي تحت 1 ملي جرام. الهيم بيليروبين اللي في الدم هنا تحت 1 ملي جرام، فيه بيلروبين. امتى لونك يصفر؟ لو زاد البيلروبين فوق 2 ملي جرام، تبقى حافظها صم، ده ثريشولد اوف جوندس. يبقى تعريف الجوندس كلمتين، لون اصفر، ادي اول كلمه، بسبب زياده البيلروبين في الدم، هايبر بيلروبينيميا. يلوش تينج، بسبب هايبر بيلروبينيميا. طب عاوز اعقب على كل واحده، مين اللي بيصفر؟ هتلاقي في الكتب مكتوب السكين والميوكس ممبرين والسكليرا. العين بتبقى صفرة، معروف في الصفرة العين السكليرا بتبقى لونها أصفر اللي هي الصلبة. أكشن يا أولاد، أقول لكم معلومة جميلة خصوصا للبوست جراديوت والزملاء الأصغر سنا، جميع الأنسجة بيبقى فيها بيليروبين فبتصفر، all tissues ما عدا two exceptions بس، ده بقى الأوائل الأوائل، التيرز الدموع والسيريبروسباينال فلويد سائل المخ والنخاع، لان في بارير زي البلاد برين بارير والاكياسيومر التير بارير بيمنع انتقال البيليروبين بتاع الدم الى السائلين دول. يبقى كل الانسجه بتصفر لاوائل الاوائل ما عدا التيرز وما عدا السيريبروسباينال فلويد.
انما للاوائل بس في ثلاث حاجات مهمه بتصفر: سكين سكليرا ميوكس ممبرين. سكين سكليرا ميوكس ممبرين دي اول حاجه ليه لونها تشينج. بسبب ايه اللون الاصفر؟ لازم يبقى بسبب هايبر بيلروبين ايميا وتكمل اباف 2 ملي جرام بيرسنت. طيب في كم نوع من الجونس يا اولاد؟ يوجد ثلاث انواع من الجونس. تعال نشوف ثلاث انواع. ممكن يبقى الخلل قبل الكبد او في الكبد او بعد الكبد. يبقى في ثلاث انواع. هي قعدت افكر يا اولاد اوفر ييرز في جوندس واخترت جمل بسيطه قليله معبره جدا عن كل نوع. يعني حفظك كل ما هو متعلق بكل نوع على حده بجمل بسيطه جدا. اول نوع من الجوندس بيبقى سببه هيموليتيك انيميا فسموه هيموليتيك جوندس. خلاص تعال نقوله في جمل بسيطة خالص. الطفل اللي عنده هيموليتيك انيميا سي بدل ما بيكسر كرة في وحدة الوقت، مجرد مثال، هيكسر 10 كرات في وحدة الوقت. يبقى الريت اوف فورميشن اوف هيموبيلوبين هيحصل له ايه؟ بيزيد، لانه عنده تكثيف في الار بي سيز، النفايات بتزيد، وعليه هيزيد الريت اوف ابتيك باي ذا ليفر، الليفر هتاخد اكتر النفايات دي، وعليه هيزيد الريت اوف اكسكريشن ان ستول اند يورين. ما هو في المعظم بينزل في الستول ستيركوبالين، وجزء صغير بينزل في اليورين نيوروبالين، الاثنين زادوا. يبقى لخصت الهيموليتيك جوندس في ثلاث جمل: زاد الريت اوف اهو فورميشن، وعليه الابتيك باي ليفر، وعليه الاكسكريشن ان ستول اند يورين. ثلاث جمل. لطالب ذكي قال لي انت تمالي بتقول لنا جمله انك انت بتكتب ما تعنيه وتعني ما تكتب. انت عامل لنا هنا 4 بلسز جنب الريت اوف فورميشن، انما 2 بلسز في الابتيك والاكسكريشن. طبعا اقصدها، لان معدل تكوين النفايه اللي هو ريت اوف فورميشن ري بيلروبين تخطى مقدره الكبد انها تعمل ابتيك واكسكريشن. فعشان كده حصل ريتنشن في الدم، مش كل الهيم بيلروبين اللي اتكون الليفر قدر تاخده وتعمله اكسكريشن، برغم انها زودت 100% زودت الابتيك وزودت الاكسكريشن، لكن ستيل التكوين اعلى من معدل الابتيك والاكسكريشن اللي هو اوريدي زايد. فحصل ريتنشن لجزء من الهيم بيلروبين في الدم. يبقى في هذا النوع الهيموليتيك انهي نوع من البيلروبين من النوعين هو اللي زاد؟ الهيم بيلروبين اللي هو اللي مش كونجوجيت، اللي هو مش دايركت، الفري بيلروبين. وعشان كده سموا هذا النوع من الـ من الـ من الجوندس حصل ريتنشن للهيم بيلروبين، في جزء ما قدرتش ليفر تاخده فسموه ريتنشن جوندس. الخلل قبل الكبد فسموه بري هيباتيك جوندس. يبقى كام اسم هنا يا اولاد؟ ثلاث اسماء حسب السبب. هيموليسيس النفايات زادت يبقى هيموليتيك جوندس. الخلل قبل الكبد يبقى حسب الموقع بري هيباتيك جوندس. الكون الهيم بيلروبين بكميه اكثر من مقدره الليفر انها تاخدها فعملت له ريتنشن فيسموها ريتنشن جوندس. يبقى في كل جوندس في ثلاث اسماء هنعيشهم مع بعض. في هذا النوع الهيموليتيك انهي نوع من البيلروبين اللي زاد؟ حتى لذيذه في الحفظ، في الهيموليتيك، في الهيموليتيك الهيم بيلروبين اللي هو اللي مش كونجوجيت، اللي هو اللي مش دايركت. طيب انتقل للنوع الثالث يا اولاد اللي هو الاوبستراكتيف جونز. في اوبستراكشن، يبقى ايه السبب اوبستراكشن؟ قلنا ممكن الاوبستراكشن على فكره زي ما هنجلها في الجدول دلوقتي يبقى في الداكتس اللي جوه الكبد انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك، دي الاشهر. طب وسيبك من كلام الشحاتين، مين اشهر سببين للاوبستراكشن؟ قلت بعلمك حاجات اهي للمسترات مش للطلبه والاوائل. الاوائل ثلاث ارباع الحالات تقريبا بتبقى ستون، ربع الحالات بتبقى كارثه ستون مقدور عليها، ربع الحالات بيبقى كانسر في الهيد اوف بنكرياس، ماكسيمم لايف اكسبكتنسي 6 شهور. المهم في اوبستراكشن، لخصتها في جملتين. لما حصل اوبستراكشن هنا
فالكوليبيدروبين اللي اتكون في الليفر مش قادر اعمل له اكسكريشن، سكه مقفوله، فحصل ريجيرجيتيشن تو بلاد. ادي الجمله الاولى للكوليبيدروبين ومعاها البايل سولز. كل مره اقول كوليبيدروبين اقول معاها البايل سولز، لان السكه عمرها ما هتتقفل على الكوليبيدروبين اللي هو البيجمنت دون السولز، وهيحصل اكسكريشن في اليورين للكوليبيدروبين ومعاها البايل سولز. يبقى لخصتها في كلمتين، لما حصل انسداد ارتجع الكوليبيدروبين ومعاه البايل سولز البلاد، ادي اول جمله، وحصل لهم اكسكريشن في اليورين للكوليبيدروبين والبايل سولز، ودي ثاني جمله. طيب عشان كده سموا هذا النوع ايه بقى غير اوبستراكتيف، سموه ريجيرجيتيشن جوندس، لان حصل ارتجاع للكوليبيدروبين في البلاد ومعاه البايل سولز واكسكريشن يورين ريجيرجيتيشن، والخلل بعد الكبد فسموه بوست هيباتيك، ده الاسم الثاني. طيب اني نوع من البيدروم اللي زايد هنا؟ اللي زايد هو مين اللي ارتجع؟ بتاع الليفر اللي هو اسمه ايه؟ كوليبيدروبين، اللي هو الكونجوجيت اللي هو الدايركت. حتى كونجوجيت هنا بقى بس لازم اصلحها، ناقصه حرف جي يا اولاد. يبقى هو الكونجوجيت او الدايركت. يبقى في الاوبستراكتيف بيزيد ال كونجوجيت او بيزيد ال دايركت. لخصتها في جملتين. طب تعالى بقى النوع الثالث اللي هو الخلل في الليفر، ليفر بايظ، فيسموه هيباتيك جوندس، او يسموه هيباتو سيلر سيلز بايظ، او يسموه هيباتو توكسيك. تعال نشوف ايه اللي حصل. لو الليفر بايظه زي في الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، كانت ليفر بايظه بالهرسيا، عملت له تليف سيروزس، الكبد باظ. فلخصتها في جملتين جمال جدا. اصبح الليفر اللي بايظ ده انيبل، يعني غير قادر على شيئين، مش قادر يابتيك اول الهيمبيدروبين، الهيمبيدروبين معدل تكوينه ما زادش، بس الكبد تعبان مش قادر ياخد كل النفايه العاديه، حصل انيبل تو ابتيك اول هيمبيدروبين، وعليه ساب جزء، يبقى حصل ريتنشن لجزء من الهيمبيدروبين، ده اول حاجه. طب والليفر انيبل تو حاجه تانية بسبب البوظان في الكبد، الفايبروزس اللي في الكبد، الضغط مقفله جوه الكبد من التليف، فحتى الجزء اللي خده من الهيم وحوله الكولي، وحوله الكولي مش قادر يعمل له اكسكريشن في البايل داكتس، فالليفر از انيبل تو اكسكريت الكولي بالروبين، يعني قادر ياخد كل الهيم وحتى الجزء اللي خده من الهيم وحوله الكولي، بسبب الفايبروزس، بسبب انسداد الضغط مش قادر يعمل له اكسكريشن، فعشان كده انيبل تو اكسكريت الكولي بالروبين، فعمل له ايه؟ ريجرجيتيشن لكل بيلروبين في الدم بقى عشان ينزل في البول، ومعاه البايل سولز. يبقى في هذا النوع الهيباتيك يا اولاد بيزيد الهيم وكولي بيلروبين. حتى عشان احفظها لكم بطريقه لطيفه، في الهيموليتيك بيزيد الهيم، حلو، الهيموليتيك هيم، في الاوبستراكتيف علي امين بيزيد الكولي، لانه بعد ما تكون الكولي مش عارفين ان فيه اوبستراكشن. اما في عبد الحليم حافظ مش هتنساها ما حييت، اللي هو الكبد بايظ، كان عنده اغنيه بيقول موعود يا قلبي بالجراحه، ده بقى اللي زايد عنده الهيم والكولي ومعاها البايل سولتس. دي جمل رائعه يا اولاد في فهم موضوع الجوندس، وهو من اهم الموضوعات، ولا اكل في حاجات هقول لك هنمشي فيها بسرعه، لكن في حاجات مش هقدر امشي فيها بسرعه، لان اذا ما فهمتش الدايجيشن مع في الدايجيشن الجونس مع العبد الله هيبقى الموضوع صعب. يبقى الديفينيشن كلمتين، لما اقول لك ما هي جوندس، يلوش تنج او الكلمه بسبب هايبر بيلرونيميا. طب للاوائل يقولوا يلوش تنج اوف سكين اسكليرا اند ميوكس ممبرين، واوائل اوائل all tissues except tears and cerebrospinal fluid. طب وفي الهايبربيلوريميا الاوائل يقولوا اباف 2 ملي جرام، يبقى الطالب العادي يقول يلويش كاريشن بسبب هايبربيلوريميا، الاوائل يقولوا يلويش كاريشن لمين؟ اسكن اسكليرا اند ميوكس ممبرين، اوائل كل التيشوز ما عدا التيرز والسي اس اف. طب والهايبربيلوريميا الطالب يحدد فوق الثريشولد اللي هو 2 ملي جرام برسنت. في كام نوع من البيلوروبين؟ 3، كل نوع ليه 3 اسماء، يا الخلل قبل بري هيباتيك، يا في الكبد هيباتيك، يا بوست هيباتيك، ده حسب موقع الخلل. طب حسب نوع الخلل، هنا
كسرنا ار بي سيز اكثر مما ينبغي، يبقى الان عنده هيموليتيك انيميا، يبقى هيموليس فيسموه هيموليتيك جوندس. الخلل بعد بسبب ان فيه اوبستراكشن فيسموه اوبستراكتيف جوندس، او الخلل في الكبد يسموه يا هيباتوتوكسيك او هيباتوسيلر. طب حسب الباثولوجي، لو تكون نفايات قبل الكبد اكثر من مقدره الكبد، يبقى الكبد مش هتاخدها كلها، هتعمل ريتنشن لجزء من الهيم فيسموها ريتنشن جوندس. لكن لو الخلل بعد الكبد، بعد ما خلاص كوننا الكولي بس مش قادرين نعديه لان فيه اوبستراكشن، يبقى الكبد تعمل له ريجريشن في البلاد وينزل في اليورين، يبقى نسميها ريجريشن جوندس. طب لو الخلل في الكبد، الكبد غير قادرة على شيئين، لا قادرة تاخد كل الهيم الطبيعي، ساب الجزء منه عملته ريتنشن، وحتى الجزء اللي خدته من الهيم وحولته الكولي بسبب البوظان الكبد والتليف في الكبد ووجود اوبستراكشن انترايباتيك، عملت له ارتجاع الكولي، فعشان كده يسموه ريتنشن ريجريشن. طب اشهر سؤال، انهي نوع من البيليروم اللي بيزيد في كل نوع من الانواع الثلاثه؟ في الهيموليتيك النفايات زادت اكثر مقدار الكبد، حصل ريتنشن للهيم حتى لطيفه في الهيموليتيك اللي زاد الهيم. طب في الاوبستراكتيف، بعد ما كو الهيم حولناه الكولي مش عارفين نعديه، فعملنا ريجريشن للكولي، يبقى زاد الكولي ومعاه البايل سولز. اوعى تنسى القرين بسميه، الهيم معهوش حاجه انما الكولي معاه البايل سولز. طب في عبد الحليم حافظ موعود، لو قادر ياخد كل الهيم وحتى نص الهيم اللي خده حوله الكولي مش عارف يعمل له اكسكيشن، فزاد الاثنين موعود، موعود زاد عنده الاثنين الهيم والكولي بالروب. ولخصها في جمل جميله، في الهيموليتيك زاد الريت اوف فورميشن ثلاث جمل، وعليه الريت اوف ابتيك، وعليه الريت اوف اكسكريشن اوف ستيركو انديوروبايلين، فزاد معدل تكوين الهيم اكتر من مقدره الكليه انها تعمل ابتيك، واكتر مقدره انها تعمل اكسكريشن، بس ستيل فحصل ريتنشن لجزء من الهيم برغم انها زودت الابتيك وزودت الاكسكريشن اوف ستيركو انديوروبايلين. يبقى زودت الستيركو يبقى الستول هيبقى فيري دارك، وزودت اليوروبالين ده مش هو المسؤول، مش هو المسؤول عن اليورين، يبقى اليورين هيبقى نورمال. يبقى في هذا النوع يا اولاد بيبقى الستول فيري دارك واليورين نورمال. وعلمكم حاجه بمليون جنيه، في اي نوع من الجونس يا اولاد، في اي نوع من الجونس انا عندي ستول ويورين، واحد غامق والتاني مش غامق، واحد بس اللي غمق، يعني لو كتبت الاثنين غامقين او الاثنين فاتحين يبقى انت كاتب حاجه غلط، واحد غامق والتاني فاتح. في الهيموليتيك العمليات الطبيعيه زاد النفايات الهيم، وعليه زاد الابتيك، وعليه زاد الاكسكريشن الستيركو واليورو. الستيركو هو اللي بيدي اللون الغامق في الاستول، يبقى الاستول غامق، اليورو مش مسؤول، يبقى اليورين فاتح، الاستول غامق واليورين فاتح. طالب قال لي ما تحكي لنا حكايه بتفكرنا. يبقى الهيموليتيك ده النوع الوحيد اللي بيغمق فيه الاستول لانه ماشي الخطوات الطبيعيه اللي انتهت بمعظم نزل في الاستول ستيركو، هو بيدي اللون ستيركو بالين الغامق، واليورو ما بيديش اللون. تيجي لنا ام عندها طفل عنده هيموليسيس، طب مفروض الطفل عنده هيموليسيس ده افهم، لا اول مره تفهم الهيموليتيك اتاك دي ما بتحصلش على طول، والا كان الطفل مات في غضون ساعات قليله. الطفل ده كل شويه يحصل له هيموليتيك اتاك، مهم ان الام تعرف امتى حصل الهيموليتيك اتاك، امتى حصل التكسير، عشان تجيبه لنا المستشفى نعمل له بلاد ترانسفيوجن. فكنت اقول للام كالاتي، ابنك عنده هيموليتيك انيميا؟ اه. ايه اهم حاجه في حياتك؟ الستول بتاع البيبي ده كل مره تحطيه على التواليت اوعى تفلاش التواليت، تشيل البيبي وتبص على الستول، لو لقيت الستول غامق يبقى حصل اتاك اوف هيموليسيس، تجري بيه على طول على المستشفى عشان نعمله بلاد ترانسفيوجن. اهم حاجه في حياتك هي مراقبه البيبي ستول، التشايلد ستول، لما بيحصل اتاك اوف هيموليسيس كل العمليات بتزيد، بيزيد الهيم، بيزيد الابتيك، بيزيد الاكسكيشن لكليهما، بس مين اللي بيغمق؟ الستول، لانه في الستيركو اللي بيدي اللون البني، اليورين ما بيديش اللون خالص، بيبقى لونه الطبيعي. يبقى نيفر ايفر في حياتك تفلاش ذا تولت، تشد السيفون الا ما تبصي على
الاسطول. لو لقيت الاسطول اغماء يبقى ده على طول اتاكو في مولتي ستيبلي على المستشفى نديلها بلاد ترانسفيوجن. الطلبه بيقولوا لي بننسى المعلومات بس بنفتكر القصص. This why الفسيولوجي مجموعه حكايات يا اولاد. طيب دي الاوبستراكتيف لخصتها في كلمتين. لو حصل اوبستراكشن بيحصل الهيم خدناه حولناه الكولي بس في اوبستراكشن ريجيرجيتيشن قولوها انتوا بقى صح للكولي بيدروبين ومع البايل سولز وعليه اكسكريشن للكولي بيدروبين فلور ومع البايل سولز. في الحاله دي بقى فكر معايا الراجل الصعيدي قال اللون البول خروب يعني اللي كان مفروض ينزل في الخر نزل في اليورين يبقى هنا اليورين غامق كوكاكولا لايك خروب لايك والستول فاتح جدا لان ما نزلش فيه البيجمنت والاسكاء فقط وبسبب عدم وجود البايل سولز العام ده ما عرفش يعمل ابزوربشن للفات عرف يعمل دايجشن جبتها لكم سؤال لكن ما عرفش يعمل له ابزوربشن اسينشال فنزل عنده ستياتوريا جريزي زي يعني جريزي كده زي يعني لزج ستول ولونه فاتح جدا الستيركو الستاتوريا لونها فاتح وريحتها وحشه ونازل معاها اوعى تنسى هو ما عرفش يمتص الفات نزل معاها كل الفات سوليبل فيتامينز الاي والكي والدي والكلام ده كله كل ده اللي نزل. طيب نيجي بقى لعبد الحليم حافظ الكابب بتاعته انيبل لحاجتين لا عارف ياخد كل الهيم فحصل ريتنشن لجزء من الهيم مش عارف ياخد كل الهيم انيبل تو ابتيك اول هيم يبقى في جزء حصل له ريتنشن وحتى اللي خدوا من الهيم النص اللي خدوا حولوا الكولي بسبب ان الكابب بايس حصل له ريجستيشن للكولي بيدور منه مع البايل سولز ففي هذين النوعين زاد في الدم الهيم والكولي ومعاه البايل سولز. طب خد بالك والستول ما نزلش فيه حاجه تذكر لان الهيم اوريدي ما قدرش ياخده كله وحتى اللي حوله الكولي رماه في 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 البلاد ومنه اليورين فبرضه الستول هيبقى فاتح فاتح واليورين هيبقى كوكاكولا لايك او الخروب لايك. يبقى في الهيباتوتوكسيك والاوبستراكتيف دول زي بعض دول بيبقى الستول فاتح واستياتوريا ومفيش فات سولوبل فيتامينز واليورين خروب لايك. طيب تعال نشوف بقى انا قلت ان البيليروبين عندنا في الجسم نوعان اللي موجود في الهيم اللي موجود في الدم اسمه هيم فاكر مش كونجوجيت مش دايركت ان كونجوجيت ان دايركت. النوع الثاني اللي في الليفر اسمه كولي او كونجوجيت او دايركت. قلنا ان الجوندس مرتبط بزياده الهايبر بيليروبينيميا زياده البيليروبين في الدم اللي هو نوعين يا هيم يا كولي. في الهيموليتيك بيزيد الهيم في الاوستراكتيف بيزيد الكولي في عبد الحليم حافظ موعود بيزيد نوعين. ايه الفرق بينهم؟ ثلاث جمل جمال قوي. الهيم بيليروبين داز نوت باس ان يورين. ليه لما بيزيد الهيم في الدم ما بينزلش في اليورين؟ لانه متشال على البيومين ونحن لا نفقد البيومين في اليورين فالهيم بيزيد في الدم لكن ما ينزلش في اليورين. معهوش بايل سولز. ايه اللي يزود لما يزيد ريتينشن ملوش اي علاقه لسه البايل سولز في الليفر نو بايل سولز. لما تعمل الفاندنبرج تيست وتحط الدازوري ايجنت على الدم ما يتفاعلش مع الهيم بيدروب اللي متشال على القلب لازم الاول تفكهم من بعض تفكهم من بعض بميثايل الكحول تحط ميثايل الكحول الاول وبعدين تحط الريجن فيدي لون بنفسجي يبقى تدي الاندايركت فاندنبرج. حفظتها لي اجيال طريقه جميله يا اولاد سميت الهيم بيدروبين جبهه الرفض. اي سؤال يساله لك فيه الاجابه لا. الهيم ينزل في البول لما يسالك تقول له ده نوت باس نيور شال على قلبه معاه بايل سولز معاهوش بايل سولز يدي الدايركت فاندنبرج لا يدي الاندايركت فاندنبرج. يبقى الهيم جبهه الرفض بينما الكولي بالعكس تماما. لو ظهر في الدم هو ووتر سوليبل ده بسبب الكونجوجيشن بقى ووتر سوليبل يبقى يعدي في اليورين. عمره ما يبان في الدم الا بسبب الاوستراكشن فيبقى 100% الاوستراكشن مش على البيجمنت بس على البيجمنت والسولت يبقى معاه بايل سولز. لو حطيت الدازوري ايجنت يدي لون بنفسجي على طول يبقى دايركت فاندنبرج. فسميت الكولي بيدروبين جبهه الموافقه. يبقى الهيم جبهه الرفض والكولي جبهه الموافقه. الهيم اي سؤال يساله لك لا 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 يعدي في اليورين ولا معاه بايل سولز ولا يدي الدايركت فاندنبرج انما الكولي ينزل في اليورين ومعاه بايل سولز ويدي الدايركت فاندنبرج. طيب اوعى تنسى
اي مره تقول كولي بيروبين تقول معاه بايل سولتس. هقولها لك برضو بطريقه لطيفه. كان في اغنيه الوردة جميله قوي بحبها بتقول ايه، وفي كل مكان يشوفونا يلاقونا احنا الاثنين، وفي كل مكان يشوفونا يلاقونا احنا الاثنين. انا كل مره وردة الجزائريه كانت بتغني الاغنيه دي كنت بقول انها بتغني للكولي بيروبين والبايل سولتس. لا يمكن هتشوف كل بيروبين زايد في الدم الا معاه البايل سولتس. ايه اللي هيرجعه الدم؟ ان السكه مقفوله. طب ما هي مش مقفوله على الكولي بس، على البيجمنت والسولتس. فالكل بيروبين معاه البايل سولتس، وفي اليورين هتلاقي الكولي بيروبين ومعاه البايل سولتس. اوعى تنساه القرين، وفي كل مكان يشوفونا يلاقونا احنا الاثنين، الكولي بيروبين والبايل سولتس. طب الكولي بيروبين في الدم بيدي اللون الاصفر يا اولاد. طب سؤال لاوائل الاوائل، طب البايل سولتس يعني الكولي بيروبين هو ده بسبب الجوندس؟ الجوندس سببه الكولي بيروبين، البيروبين الذهبي بيلي روبين، بايل يعني حاجه في البايل وروبين يعني ذهب. امال البايل سولتس في الدم بتعمل ايه؟ تعمل سيمتوم وساين، حاجه اللي يشتكي منها العيان وحاجه انت تشوفها. العيان يشتكي من برايتس هرش مقطع نفسه بسبب الايتشنج، يبقى البايل سولتس ان بلاد اهي يا اولاد اخر سطر بتدي برايتس. برايتس يعني هرش جامد، حاسس عاوز تهرش، وحاجه تشوفها انت كطبيب ساين بقى مش سيمتوم. العيان يشتكي يقول لك بهرش، مموت روح يا هرش. وبرادي كارديا ابطاء في القلب، واحده بالبي واحده بالبي. يبقى البايل سولتس ان بلاد بتدي حاجتين مهمين قوي، برايتس برادي كارديا. تساعدك في ايه؟ واحد يقول لي هل انا بسلي روحي؟ لا، انا عاوز اعرف في كولي ولا مفيش كولي. في الهيموليتك مفيش كولي، في النوعين التانيين في كولي. اسال عيان بتهرش؟ يقول لي اه. يبقى 100% زايد البايل سولتس، ولا يمكن البايل سولتس هيزيد. افهم، الا لو كان مع الكولي. كولي لازم معاه بايل سولتس. يبقى انا هنا بستدل على الكولي من البايل سولتس، ان اللي زايد هو الكولي، لان الكولي معاه بايل سولتس. البايل سولتس هيخلي عيان يهرش. عيان بيهرش بيهرش، يبقى اللي زايد عنده الكولي اللي معاه البايل سولتس، والبايل سولتس ده اللي خلاها هرش. تحط ايدك على النبض، العيان عنده برادي كارديا، يبقى مين اللي عامل برادي كارديا؟ البايل سولتس اللي هي لازم تبقى مع الكولي. وبقول علي امين رحمه الله اللي هو عنده استراكشن، فزاد عنده الكولي والبايل سولتس، اتهالى هرش وكان عنده سيفير برادي كارديا. هعيدها في جدول تاريخي تاريخي، بقول في الجوندس هتحتفظ بيه ما حييت باذن الله عشان تفهم منه موضوع الجوندس يا اولاد. ما هو تعريف الجوندس؟ اهو فوق تاني، يلوش تنش لثلاث حاجات اساسيه، سكين وسكليرا وميوكاس ممبرين، بسبب هايبر بيلروبينيميا فوق كام؟ 2 ملي جرام بيرسنت. في امريكا بيقولوها بالمايكرومول بير لتر، 70 مايكرومول بير لتر. مالناش دعوه بيهم دول، اللي بيسمعني بقى في كندا او امريكا يبقى عارف الرقم اهو 70 مايكرومول بير لتر. في كام نوع من الجونس يا اولاد؟ في عندي ثلاث انواع من الجونس، هيموليتيك وبستراكتيف وهيباتوسيلر. هقارن ما بينهم في خمس نقاط. تعال نتفرج على الخمس نقط. كوزس، ادي نقطه، وثلاثه كاركترز بلاد ويورين ستول، وبعدين اخر حاجه وضع الليفر، الليفر فانكشن تيست، وظائف الكبد وضعها ايه. يبقى ثلاثه هتكلم على البلاد واليورين والستول، وقبليهم واحده الكوزس، وبعدهم واحده اللي هي الليفر تس. كل كام قلناه يا اولاد، بس احنا هنجمعه في صوره جدول رائع. كوزس اوف هيموليتيك جوندس اللي هو بنسميه، قلنا حسب عشان تفهم في كام نوع، ثلاثه اهو، حسب السبب. هنا هيموليتيك، هنا اوبستراكتيف، هنا الكبد بايز هيباتوسيلر. حسب الموقع، هنا الخلل قبل بري هيباتيك، هنا بعد بوست هيباتيك في الاوبستراكتيف، هنا في الليفر يبقى هيباتيك جونس. حسب الباثولوجي، لما حصل هيموليسيز ما قدرتش الكبد تاخد كل الهيم، فحصل ريتنشن لبعض الهيم، فسموها ريتنشن جونس. وليها اسم رابع، ده النوع الوحيد اللي ما بيغمقش فيه البول، الستول بس اللي بيغمق، فسموها لأوائل الأوائل الأوائل أكلوريك جوندس، الجوندس اللي البول مالوش كالر، أكلوريك جوندس، ده الرابع للماسترات والدكتوراه. يبقى هيموليتيك أو بري هيباتيك أو ريتنشن
او اكلوريك، مش مهمه دي للطالب المتميز. حد لو في اوبستراكشن يبقى بوست هيباتيك، هيحصل ارتجاع او ريجستيشن. عبد الحليم حافظ لو الكبد بايظه اللي هي قادره تاخد كل الهيم حصل له ريتنشن، وحتى اللي حولته الكلي حصل له ريجستيشن، فيسموها ريتنشن ريجستيشن او هيباتيك. تدي في اول نقطه من خمسه الكوز، انتوا عارفينها ايه الكوز في هيموليتيك؟ الاسم بيقول بقى. ما هبص الاول رقعة، اول حاجه عنوان الجونز ايه؟ هيموليتيك، يبقى سببه هيموليسيس. وارجع لمحاضرات البلاد على اليوتيوب، يا اما بسبب ديفكت في الار بي سيز، انترا سيلولار ديفكت، زي السيكل سيل انيميا، زي الاسفيروسايتوزيس، زي الكلام ده كله، زي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز دي ديفيشنسي، ارجع كام، او السبب اكسترا سيلولار. كنت قايلها لك في المحاضرات اي بي سي دي، ايه انتي بوديز واحد نقله دم غلط، بي بكتيريا، سي كيميكال بويجن زي سم الثعبان، او دي دراجز، يبقى ممكن الخلل انترا سيلولار او اكسترا سيلولار. مش مهم تكتب على فكره هنا، انا بس بديك الصوره كامله. انت تقول هيموليسيس بس كنتيجه الانترا سيلولار ديفكت او اكسترا سيلولار ديفكت، لكن لو انت ماجستير او دكتوراه ارجع لمحاضرات البلاد. طب الاوبستراكتيف سببه اوبستراكشن اوف بايل داكتس، هنقسمها لاثنين برضه، يا انترا هيباتيك يا اكسترا هيباتيك اوبستراكشن. الاهم مين يا اولاد؟ الاكسترا هيباتيك. الاكسترا هيباتيك اهم من الانترا بمراحل، واهم سببين في الاكسترا هيباتيك، في اسباب كتيره لسه كلها كلام شحاتين، يا اما الديفكت بره الداكت يا في الوول اوف ذا داكت، يا اما جوه الداكت. انا هاخد اهم اثنين عشان ما اضيعش وقت. الاكسترا هيباتيك في 3/4 الحالات ستون، كل بلادر ستون، في ربع الحالات كانسر فليد اوف بنكرياس، ويز ماكسيمم لايف اكسبكتنسي 6 شهور كما الراحل علي امين اللي اضاء اخر شمعه وهي اسبوع الشفاء ضمن الشموع الكثيره. ليله القدر وعمل وعيد الام، حاجات كتيره، ده عاوز محاضره لوحده علي امين، ده في 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 انسانيته، في سمو خلقه. انترا هيباتيك زي السيروزس، تليف او هيباتايتس. طيب الهيباتوسيلر يبقى زي عبد الحليم حافظ، ليفر سيل دامج بسبب انفكشن حصلوا بالبلهارسيا او هيباتايتس، كيميكالز، في مواد كيميائيه كثيره بتخرب الليفر، الناس اللي بتاخد الكوليكس او دراجز، في دراجز بتاثر على الكبد وبوظ، مش عاوز نهتم بدي قوي. دي النقطه الاولى. بعد كده الجايين مهمين قوي، البلاد واليورين والستول. في الهيموليتيك انهي نوع من البيلروب اللي بيزيد؟ قلنا من اسمها الهيموليتيك الهيم، ويدي انهي تجربه؟ اللي مش كونجوجيت هو اللي مش دايركت، يدي الاندايركت فاندنبرغ تيست. يبقى التيست هتبقى هنا اندايركت، حتى نفسي يا اولاد اكتبها التيست. معلش انا اسف، الورق ده بعمله بعجاله قبل ما ابتدي المحاضره، فاكتبها احنا مع بعض، فان دن بيرغ. فاندنبرغ تيست، او عشان مفيش مكان خليها فان دين، وانت بقى فاهم انها فان دين بقى، اللي هو الراجل قلنا اللي هو في عاش في نهايه القرن التاسع عشر ومات في 1943. تاتش، يبقى على الاقل هي فان دين. يبقى الهيم ده قلنا هو اللي مش دايركت، هو اللي بيدي اللي مش كونجكت بيدي الاندايركت، وحفظناها بطريقه حلوه، الهيم مش كونجكت ومش دايركت بيدي الاندايركت فان دين بقى. بينما في الاوبستراكتيف انهي نوع من البيلروب اللي بيزيد؟ ما بزهقش يا ولاد، ما بزهقش، الكاري ومعاه البايل سولز القارين، وده يدي الدايركت فاندنبرغ. طب في عبد الحليم حافظ موعود زايد عنده الكولي ومعاه البايل سولز والهيم، يبقى لما تحط الدازول ايجنت تدي لون بنفسجي، تحط ميثايل الكحول يدي تاني لون بنفسجي مع الهيم بقى، ما هو اتفصل عن الالبومين، يبقى بيدي لون بنفسجي مع الكولي في اول قطفة، وتحط شويه ميثايل الكحول يفصل الهيم من الالبوم فيدي هو كمان لون بنفسجي، يبقى باي فيزيك للاوائل، يبقى دي دايركت ودي اندايركت ودي باي فيزيك. نيجي لليورين، تعال نقول اليورين والستول مع بعض. في الهيموليتيك لما حصل هيموليسيس زاد الفورميشن، زاد الابتيك باي ليفر، زاد الاكسكريشن اوف يوروبايلين وستيركوبايلين، الاثنين زاد يا اولاد، اليوروبايلين وال ستيركوبالين. اليوروبالين ما بيديش لون بنفسجي، فبيبقى اليورين فاتح،
انما الاستيركوبيلين بيخلي الستول فيري دارك. وخد بالك انا عامل خط اسود هنا تقيل يعني ده حاجه والاثنين دول حاجه. يبقى هنا البول فاتح والستول غامق. وقلنا ازاي الست بتعرف ان الولد جاله اتاكو فيمولسز، بتبص في التواليت تلاقي حصل الستول نزل غامق. في الاوبستراكتيف لما حصل اوبستراكشن ما قدرش ينزل البيجمنت في الستول في البيلياري داكس والانتستين والستول، فاضطر يعمل ريجريشن للكولي بيروبين والبايل سولز في البلاد ونزلهم في اليورين. يبقى اليورين مليان كولي بيروبين ومعاه بايل سولز، فبيبقى كوكاكولا لايك خروب لايك فيري دارك، ومفيش حاجه نزلت في الستول لان في اوبستراكشن، مفيش حاجه وصلت للستول، مفيش تيركوبالين قل، فالستول في هذه الحاله هيبقى فيري بيل. وبسبب غيبه البايل سولز معرفش يمتص الفاء، فبيبقى عنده استياتوريا، ريحه الستول وحشه وجريزي كده ملزق ومفيش فات سولوبل فيتامينز. طب تعالى عبد الحليم حفص اللي هو زاد عنده الكولي والهيم، لا الليفر عرفت تاخد كل الهيم وحتى اللي خليته من الهيم ارتجع الكولي بيلروبين ومعاه البايل سولز. طيب ارتجع وراح فين؟ في اليورين، فاليورين هيبقى فيه كولي بيلروبين وبايل سولز. خد بالك الهيم ما بينزلش ليه في اليورين؟ مش عاوز غباوه، الهيم ده متشال على البيومين، ما عمره ما ينزل في البول. فمن الاثنين اللي نزل الكولي بس لانه كونجكت لانه ووتر سوليبل ومعاه البايل سولز. الهيم ما بينزلش، اللي بينزل في اليورين كولي ومعاه بايل سولز وبقى فيري دارك. والليفر قلنا ما خدتش كل الهيم وحتى اللي خدته من الهيم رجعته، يبقى اللي نزل في الستول قليل قوي، الاستيركوبيلين قليل وعليه الستول يبقى فاتح وما فيش بايل سولز، يبقى مره اخرى استياتوريا. يبقى خدت بالك في النوعين دول، في الهيموليتيك الستول غامق والبول فاتح، في الاوبستراكتيف وفي الهيباتيك الستول غامق اهو عشان الستول فاتح واليورين غامق، بنقول كوكاكولا لايك اور خروب لايك. يبقى تاني في الهيموليتيك ستول هو اللي غامق، الستول هو اللي غامق، وافتكر قصه الام اللي بتشوف الاتاكو هيمولس، ادام الستول غامق يبقى تقول اليورين فاتح، اليوروبيين ما بيديش اللون الاصفر بتاع اليورين. في النوعين الاخريين اللي هما الاوبستراكتيف والهيباتوسيلر، في النوعين دول انت عملت ارتجاع للكل بيورين ونزلته في اليورين، فيبقى اليورين فيري دارك كوكا كولا لايك خروب لايك ومعاه بايل سولتس، ومفيش حاجه وصلت للستول، مفيش استيركوبيلين يسكر في الستول، فالستول يبقى فيري بين. وبسبب البايل سولتس ما وصلتش الانتستين، ما حصلش ابزوربشن للفات، فبيبقى عنده استياتوريا وفقد الفات والفات سولوبل فيتامينز. ها نيجي بقى النقطه الخامسه للاوائل، ليفر فانكشن تيست، واحد عنده هيموليسيس تفتكر الخلل قبل الكبد يبقى الليفر زي الفل، يبقى نورمال ليفر فانكشن تيست. انما واحد زي عبد الحليم حافظ الكبد بايظ، يبقى كل الليفر فانكشن تيست امبيرد كلها بايظه. للاوائل بقى الاوبستراكتيف، الليفر فانكشن المفروض المخ يقول لا، الاوبستراكشن بيأثر على الكبد، مش كل الليفر انزيم بايظه، بس في حاجتين مهمين زايدين اهمهم الالكالاين فوسفاتيز زايد جدا والكوليسترول زايد. يبقى هنا نورمال، هنا الالكالاين فوسفاتيز والكوليسترول، هنا امبيرد ليفر فانكشنز. يبقى لا تنسى هذا الجدول التاريخي. في سؤال من اهم الاسئله اللي هو جوندس او اكتراس، اكتراس يعني لون اصفر، هتقول الديفينيشن يلوش تنش، والاوائل هتكمل سكين سكليرا اند ميوكس ممبرين بسبب هايبربلورمينيا، والاوائل هيكملوا فوق 2 ملي جرام بيرسنت، وحسب لو كنت في كندا او في امريكا اديني كاتب لك الرقم بالمايكرومول. بعد كده هتشرح التلات انواع، كل واحد ليه تلات اسماء، الاوائل يكتبوهم اسم حسب الوظيفه، حسب اسف الخلل الكوز هيموليتيك او اوبستراكتيف او هيباتوتكس، اسم حسب الموقع بري او بوست او هيباتيك، واسم حسب الباثولوجي ريتنشن للهيم او ريجرشتيشن للكولي او ريتنشن للهيم وريجرشتيشن للكولي، عشان كده زايد فيه نوعين. وبعدين تشرح في خمس نقط، تقول لي الكوز باينه هنا هيموليس، وهتقسمها انترا واكسترا سيلر، اوبستراكتيف يبقى اوبستراكشن وبايل داكتس، وهتقسمها انترا هيباتيك اوبستراكشن او اكسترا هيباتيك اوبستراكشن، او هيباتوتوكسيك هنا في اربع اسباب او ثلاث اسباب، الليفر سيل دامج بسبب الانفكشن او كيميكالز او دراجز. تاخد البلاد في الهيموليتيك زائد الهيم،
ومعهوش بايل سولتس اللي بيدي الاندايركت فاندنبرج. في الاوبستراكتيف زائد الكولي ومعاه بايل سولتس اللي بيدي الدايركت. فعبد الحليم زائد النوعين الهيم والكولي، والكولي معاه بايل سولتس يدي البايفيزيك. وبعدين تاخد الاستول واليورين مع بعض وما بزهقش، لا اكل ولا امل. الهيموليتك الاستول غامق وحكيت القصه، واليورين فاتح. في النوعين الاخرين اليورين نزل فيه كولي كوكا كولا لايك او خروب لايك ومعاه بايل سولتس فيري دارك، وما نزلش حاجه في الاستول. الستيركوميلين قليل في الاستول، فبيبقى الاستول فاتح ومعاه استياتوريا. طب الليفر فانكشن تيست هنا عم حيم حافظ ليفر بايزر بقى امبيرد، انما واحد عنده هيموليسيس يبقى الليفر فانكشن تيست نورمال. وبعدين في الاوبستراكتيف بيبقى الالكالين فوسفاتيز والكوليسترول. ده كان دره هذه المحاضره. فاضل حاجه صغيره جدا نقفل يا اولاد، اللي هي الفانكشنز اوف جول بلادر. ده سؤال نظري مهم جدا تبقى عارف وظائف الحويصله المراريه، فانكشنز اوف جول بلادر، وهنقولها وبإذن الله وكما العادة بطريقة متميزة. في خمس وظائف للجول بلادر. أنا بتصور إن أنا مش مذاكر بس بفكر. الوظيفة الأولى تقودني للوظيفة الثانية، والثانية للثالثة، والثالثة للرابعة، ثم الخامسة. أنا مش مذاكر وجالي functions of جول بلادر، وظائف جول بلادر. لو مش مذاكر هكتب اول وظيفه جول بلادر دي بتعمل ستورج اوف بايل، تختزن بايل. ليه؟ واحنا قلناها، لان قلنا اولاد ان انتاج البايل بالليفر 24/7. الليفر بتشتغل 24 ساعه في اليوم لمده 7 ايام، ما طلع بايل على طول. طب انت ما بتاكلش يبقى تعمل ايه في البايل ده؟ تختزن. وتشرح ازاي بيحصل ستورج. قلناها ان الكونتراكشن اوف سفينكتر اوف ادي اقوى من السكريتوري بريشر اوف ذا ليفر بايل، فالبايل باسس تو بي ستورد ان جول بلادر. يبقى دي اول وظيفه على الاقل مذاكر مش مذاكر جميعكم هيكتبوها باذن الله. وظيفه الحصاله المريه لو سالت رجل الشارع هيقول لك بتعمل ستورج بايل. انت بس هتتميز بانك تشرحها ان الكونتراكشن بتاع السفينكتر اوف اودي اقوى من السكريتوري بريشر اوف ليفر بايل، فهيوصل هنا البريشر اضعف من الكونتراكشن، فغصب عنه باسس تو بي ستورد في جول بلادر. طب تاني وظيفه، طالب ذكي بقى قال لك يا الحويصله المريه دي كده متخيلها تحت الكبد، وسعها قد ايه؟ وسعها من 20 ل 60 مللتر، يعني حوالي 50 سنتي. طب الليفر بايل ده قد ايه؟ واحد يقول انت علمتنا ان كل العصارات بنتكلم في لتر، نص لتر. العصارة المرارية نص لتر في اليوم اهي، فازاي هختزن نص لتر في اليوم في حاجة بتشيل 50 سنتي؟ يعني عش الحجم. عملوها، عاوزين يصدروا نص لتر لبن، فبيعملوا ايه؟ في طريقتين، يا اما يجففوه يصدروه باودر او كوندنس بميلك. احنا بقى مش هنعمله باودر، هنكوندنس، يعني هنعمل كونسنتريشن بايل. ليه؟ لانك لو حاولت تاخد النص لتر تحطه بالعافيه في حاجه بتشيل 50، الجول بلادر البريشر هيزيد وتنفجر. فحضرتك بتعمل ليه كونسنتريشن للبايل اند ايكوالايزيشن اوف بريشر، بغرض انك تمنع الارتفاع في البريشر. يبقى كونسنتريشن اوف بايل and equalization of pressure. طب عشان اركز البايل يبقى اشيل منه ميه. عشان اشيل ميه انا علمتكم يا اولاد قصه الثعلب فات، مفيش ميه تشيلها لوحدها، لازم الاول تاخد الثعلب اللي هو الصوديوم فيجر وراه البايكربونات والكلورايد نيجاتيف، فيجر وراه الميه باسموزس. ادي الميكانيزم. يبقى الصوديوم اين ار اكتيفلي ترانسبورت من البايل، وعليه الكلورايد والبايكربونات فولو باسيفلي، وعليه الميه فولوز باي اسموز. ده الميكانيزم. طب ليه حضرتك ركزت البايل؟ لان لو حضرتك حاولت تحط نص لتر في حاجه اتساعها 50 سم، يعني دي 10 اضعافها، كانت هتنفجر. ف
فانت الايم تو بريفنت الانكريز ان بيلياري بريشر. يبقى في ميكانيزم وفي ايم. ميكانيزم شلت صوديوم ورا كلورايد وبايكربونات ورا ميه بغرض ان الضغط ما يزيدش تو بريفنت الانكريز ان بيلياري بريشر، بدليل العنوان كان كونسنتريشن اوف بايل اند ايكواليزيشن اوف بريشر. يبقى اول طالب مش مذاكر قال جالي فانكشن جول بلادر، كل الناس رجل الشارع عارف بتختزل البايل، خد خمس النمره ستورج. طالب اسك قال الله ازاي هستور نص لتر بحاجه بتشيل 50 سنتي، يبقى لازم اركز تيكوالايز البريشر. طالب الاسك قال طب ما انا لما اركز اي حاجه في حاجات دايبه، لما تركزها لما تشيل ميه تشيل ميه تشيل ميه. تخيل كده عندك يعني وعاء فيه ميه دايب فيها ملح عادي، ملح الطعام ده كمية كبيره من الملح، وحطيتها على موقد وعمال الميه تتبخر تتبخر وانت متركزه، الاملاح هتترسب. يبقى لما هعمل كونسنتريشن هيحصل مشكله ان الحاجات هتترسب في الجول بلادر لانك شلت ميه. لا سيما الطالب ذكي، وده سؤال مسكي مهم جدا، ان احنا قلنا ان البايل بتاع الليفر الكلاين عشان يساعد الهاب. الوسط الالكلاين ده الكلاين ما داوبش حاجه خالص، يبقى عشان تتفادى ترسيب الحاجات المذابه بعد ما شلت الميه لازم تحول الوسط لوسط اسيديك. ده سؤال ام اس كيو. يبقى الجول بلادر بايل بيتميز بانه سمول ان فوليوم عشان ما يزيدش البريشر، وانه اسيديك. فتالت وظيفه اسيديفيكيشن اوف بايل. ليه عملنا كده؟ لان التركيز كان هيرسب الحاجات المذابه في البايل، تشيل ميه الحاجات هترسب، الا اذا الوسط كان اسيديك، لان الاسيد بيدوب اي حاجه. فالايم تو بريفنت البريسيبيتيشن اوف ليسيدن بايل سولتس اند كوليسترول. طب عملناها ازاي؟ حقيقة الأمر حضرتك أنا لما قلت عملت امتصاص للصوديوم ما خدش وراك كلورايد، أنت خدت وراك كلورايد وإيه؟ افتح ودنك وبايكربونات. فما تشيل صوديوم بايكربونات اللي هو بيسموه الألكالي ريزيرف من أي حاجة، أي حاجة تشيل منها ألكالي اللي هو الصوديوم بايكربونات شلته عملت له ري أبزوربشن، يبقى اللي فاضل يبقى أسيدك. يبقى بسبب الصوديوم بايكربونات ري أبزوربشن إنك شلت من البايل صوديوم بايكربونات اللي هو الكالي اصبح البايل بتاع الجول بلادر اسيديك. في تامل خاص للعبد الله. احنا بنقول يا اولاد ده ليكم انتم، ما تقولوهاش للزملاء حتى، ان احنا بنعمل تاني وظيفه كونسنتريشن وعشان الحاجات ما تترسبش عملنا اسيديفيكيشن. حقيقه الامر مش ده اللي حصل. حقيقه الامر ان احنا الاسيديفيكيشن سبق الكونسنتريشن، ودي الروعه في الخلق الالهي. ان الاول انا سحبت صوديوم بايكربونات خليت الوسط اسيديك، دلوقتي اقدر اسحب ميه واركزه، لان تخيل لو انا ركزت الاول، فكر معايا، شلت ميه الاول حاجات اترسبت وبعد كده خلي الوسط اسيديك، هي دابت يا ما دابتش. فاحنا ترتيب الوظائف، حتى هنا انا اسف الاعداد مكتوبه خطا، هي المفروض 1 2 3 4 5 خلاص وظائف، معلش هنصلحها. يبقى ترتيب الوظائف ان انا عملت كونسنتريشن ثم اسيديفيكيشن، انما للاذكياء فقط اللي فاهمين كويس قوي في سولجي انه وراء الخلق خالق، ان ربنا سبحان الله بدا الاول. يعني وانت بتعمل كونسنتريشن شلت صوديوم بايكربونات الاول، يبقى خليت الوسط اسيديك وبعدين رحت شال ميه صوديوم ثم كلورايد وبايكربونات اصبح الوسط اسيديك ثم ميه عمل كونسنتريشن. يبقى احنا الترتيب اقتضى ان احنا نكتب كونسنتريشن ثم اسيديفيكيشن، انما حقيقه الامر الاسيديفيكيشن سبق الكونسنتريشن. الوظيفه الرابعه هبقى اكتب الارقام حالا دلوقتي لطالب اسكى. طب اصبح الوسط بتاع البلايل اصبح مركز وحامضي، عاوزك تتخيل كده يعني شيء مال كده، البايل اللي في الجول بلادر مركز وحامضي. تخيل ان انا احط على ايدك حاجة، عاوزك تعيش اللي بقوله، مركز وحامضي، مركز وحامضي، ده يهري ايدك، مع ان السكين فيري طف مقارنة بالميوكس ممبرين بتاع الجول بلادر.
يبقى بعد ما عملت كونسنتريشن واسيديفيكيشن اصبح نوع البايل في الجول بلادر خطير. بقولها بعربيتنا عشان في وسط مركز وحامضي. يبقى عشان ما يهريش الميوكس ممبرين كان لازم نبطن الجول بلادر بميوكس لونه ابيض. فعشان كده قال له الوظيفه الرابعه سيشن اوف وايت بايل. حقيقه الامر مفيش حاجه في الدنيا اسمها وايت بايل. ما الوايت بايل الا ميوكوزا. بغرض ايه ميوكس؟ بغرض ايه الميوكس ده؟ to prevent the irritation of the mucosa بايه؟ بالمصيبه اللي انت عملتها بالconcentrated acidified bile. انت الامر اضطر انك تركز البايل عشان ما تقدرش تحط نص لتر 500 سنتي في حاجه بتشيل 50. لما جيت كونسنتريت لقيت الحاجات هترصف فاضطريت تحول وسط لوسط اسيديك. اصبح الوسط مركز وحامضي very irritant. فالجول بلادر حامت روحها بالميوكس. الان وقد اختزلنا على احلى ما يكون الاختزال يبقى ايفاكيويشن وين نيدد. نعمل ايفاكيويشن للجول بلادر. وانا علمتك كل حاجه في الدنيا يا نيرفس يا هرمون. النيرفس اسرع الهرمون الابطا بس هي الهرمون الاهم. مين اشهر كل جوج 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 بيعمل ايفاكيويشن للجول بلادر؟ سي سي كي. ومين اشهر نيرف بيغذي المنطقه دي هيفضي الجول بلادر؟ الفيجاس. في اثناء زي البنكرياس السيفاليك فيز والجاستريك فيز بواسطة الفاجو فيجال ريفلكس. دلوقتي اقدر احط بقى الارقام تاني ونعيدهم تاني في عجالة. لكن السؤال الاخير فاضل لي دقيقتين ونقفل يا اولاد. يبقى لما يجي لك وظائف ال جول بلادر ف الجول بلادر وظائفها كالاتي. خلاص الجول بلادر عندنا خمس وظائف. انا اسف على الانتربشن. طيب وظائف الجول بلادر خمس وظائف مهمه جدا. انا مش مذاكر بس بتخيل معايا حضراتكم اللي هو الاي كيو بتاعكم فوق 140% اللي هم البيست اوف ذا بيست. يعني حتى بقولها دي ان اول ميديكال ستودنتس ار كلاسيفايد وورلد وايد as being genius. You are genius. لا تستهينوا بأنفسكم. فجالك وظائف الجول بلادر. قلنا التشالنج مهمة يا أولاد. مذاكر مش مذاكر عندي رغبة التشالنج. أنا فاكر في امتحان باثولوجي كان في جايزة بتاعت شيام الشافعي رحمها الله عاملاها دكتورة فاطمة عبدين أمها رحمها الله لأعلى نمرة في الباثولوجي. فورقة الأسئلة كان في سؤال ما قرتوش بقالي مدة طويلة جدا. قلت انا مش هسيبه فاضي. هسيبه فاضي ما اجيبش امتياز اساسا. مش هاخد اعلى نمرة في الباثولوجي واخد الجائزة. تشالنج. ما فيش حاجة اسمها سؤال ما تعرفوش. يعني ايه قريت قراءات متعددة وما انتش عارف. الفسيولوجي بعض من تخيلنا. ان لم نجده لاخترعناه. نزار قباني. الحب بعض من تخيلنا على الارض. ان لم نجده لاخترعناه. ايه الفانكشنز جول بلادر؟ لو انا طالب عادي خالص يبقى اقول مش طالب عادي اسف رجل الشارع جول بلادر ليه ربنا عاملها للحصول المائية بتختزل بايل يبقى ستورج اوف بايل. وتشرح الميكانيزم ان الكونتراكشن بتاع السفنكتر القاضي اقوى من السكريتوري بريشر. طب ازاي؟ هفكر كده. جول بلادر دي بالعقل كده ما انت شفتها في الاناتومي حاجه تشيلها بتاع 50 سنتي من 20 ل 60 ملليلتر والبايل نص لتر. ازاي احط نص لتر في حاجه بتشيل 50 سنتي في عشر حجمها؟ لازم اشيل ميه. ليه؟ عشان لو حطيتها بالعافيه البريشر هيزيد. فعشان كده شوف الوظيفه الثانيه كونسنتريشن اوف بايل اند ايكواليزيشن اوف بريشر. طب ازاي اشيل ميه؟ احنا اتعلمناها الثعلب فات. لازم تبتدي بالصوديوم تشيله اكتيفلي. يجري وراك كلورايد وحط مليون خط تحت بايكربونات بايكربونات عشان هتخلي الوسط اسيدي فول سباسي. لو نسيت دي تاخد سيف وبعدين تيجي وراها المايه بقى سموز. ليه عملت كده؟ ليه ركزت؟ تو بريفنت الانكريز ان بيلر بريشر. طالب اذكى الوظيفه الثالثه طالب اذكى. طب ما لما ركز الحاجات الدايبه هتترسب. لا سيما وده سؤال ام اس كيو ان الليفر بايل الكالاين
وفاهم ليه الكالاين ما بنحفظ؟ لان الانزيمز مش هتشتغل غير في وسط الكالاين ما عدا البيبسينوجين. طيب طب الوسط الكالاين ده ما بيداوبش حاجه، يبقى لو احتفظت بالبايل الكالاين وشلت ميه كل حاجه هترسب. يبقى الحل ان احنا نعمل اسيديفيكيشن بايل. وقلت الاسكياء فقط، حقيقه الامر في اثناء الكونسنتريشن بدأنا بدنا نشيل صوديوم بايكربونات، شلنا الكالي صوديوم بايكربونات الكالي زير، فاصبح الوسط اسيديك لما عملنا بايكربونات ابزوربشن. ليه؟ لان الوسط اسيديك ده داوب كل حاجه، تو بريفنت البريسيبيتيشن اوف ليثيزن بايل سولتس اند كوليسترول. الطالب الاسكى قال لك طب ما انا لما ركزت البايل عشان الضغط ما يزيدش وعملت له اسيديفيكيشن عشان بسبب التركيز ما فيش حاجه تترسب، اصبح هذا البايل اسيديك وكونسنتريتد، يعني فيري ايرتنت. طب هيبقى فيري ايرتنت الميكوزا، لو حطيت على ايدي وسط حامضي ومركز هيبقى فيري ايرتنت، فلازم تحمي روحها الجول بلادر بميوكس لونه ابيض مخاط، لونه ابيض مخاط سموه وايت بايل سكيشن وايت، وما الوايت بايل الا ميوكس. ليه عملت كده؟ تو بريفنت الاريتيشن من الميوكوزا بايه؟ بالكونسنتريتد اسيديفايد بايل. اختزلنا وعلى احسن ما يكون اختزال، يبقى نعمل ايفاكيويشن وين نيدد بهرمون اسمه سي سي كي، وبعدين بنيرف اسمه فيجاس في السيفاليك فيز والجاستريك ستيج بحاجه اسمها فاجو فيجال ريفلكس. اهي دي الوظائف الخمسه يا اولاد بتاعه الجول بلادر. سؤال مهم جدا تبقى عارفين. اخر حاجه بس عاوز اقول حاجه في عجاله كده، جول بلادر ستونز، بنسمع عن ناس كتير عندها جول بلادر ستونز. التيبيكال بيشنت بيبقى حرف الاف هتاخدها في جراحه، بقولها لك في عجاله كده، فيميل، يعني جول بلادر ستونز اكتر في الفيميل، 40 ايج يعني عندها 40 سنه في الاربعينات، فيلثي يعني رمرامه، فاتي يعني تخينه. يبقى افتكرهم الاف الجول بلادر ستونز اكتر في الأربعة F، فيميل عمرها 40 تخينة فاتي فيلثي رمرامة تاكل أي حاجة. طبعا مش معناه إن كلهم لازم يبقوا كده، ده التيبيكال بيشنت. يوجد نوعان من الستونز، في كوليسترول ستون ده المعظم 85% من الجول بلادر ستونز اللي هو الكولي ليثيزيس 85% منهم كوليسترول ستونز. دي عيبها إيه بقى؟ إنها ما بتبانش في البلين في الاكس راي العاديه، انها راديو ترانسلوسنت يعني غير منفذه للاشعه، لازم نعمل اشعه بالصبغه، فيبقى في حته ما خدتش الصبغه اللي هي فيها الستون، لان الستون محتليه حته فمش هيدخل فيها الصبغه، فبان اسفيلنج ديفكت، يبقى ما بانش في الاشعه العاديه البلين اكس راي، لازم اشعه بصبغه. معظم حصوات الجول بلادر بتبقى راديو ترانسلوسنت، يعني ما تعمل اشعه عاديه العيانه وما تلاقيش ستون ما تقولهاش مبروك مفيش ستون، لا ده 85% من الستونز ما تبانش في الاشعه العاديه، لازم اشعه بصبغه راديو ترانسلوس. ايه سببها بقى؟ ان احنا قلنا مين البايل سولز كان وظائفها بتشتغل كسولفنتس بتدوب الليثزين والكوليسترول، فلو حصل تغير في نسبه الليثزين كوليسترول تو بايل سولز، الريشيو ما بين الليثزين والكوليسترول اللي هم انسوليبل، مين اللي خلاهم سوليبل؟ البايل سولز اتغير، يعني يا دول زادوا يا البايل سولتس نقصت، بقى في عندي ليثزين وكوليسترول كتير ما يقابلهمش بايل سولتس انف عشان يدوبهم. ده اشهر نوع من الجول بلادر ستونز، كوليسترول ستونز 85% ما يبانش في الاشعه العاديه. نوع تاني اسمه كالسيوم بيليروبونيت ستونز، اي حاجه فيها كالسيوم تبان في الاشعه العاديه. الاشعه العاديه بتبين ايه؟ ولا العظم ليه؟ عشان كله كالسيوم، فلما يبقى الستون فيها كالسيوم يبقى تبان في الاشعه العاديه، تبقى راديو اوبيك غير منفذه للاشعه، بان زي الفل. هنا ايه السبب بقى؟ الكونجوجيت بيليروب اللي هو سوليبل لو اشتغلت عليه البكتيريا هتحوله لفري بيليروبين، فري بيليروبين فيتحد مع الكالسيوم يدي كالسيوم بيروبونيت اللي هي انسوليبل ان بايل يعمل ستون، يبقى الكونجوجيت سوليبل.
تيجي تشتغل عليه البكتيريا تحوله لفري بيلروبين بقى قابل للالتحاق بالكالسيوم، الكالسيوم بيلروبينات بيبقى انسوليبل ان بايل. طيب ناس كتيره في عالمنا ده بيعملوا كوليستكتومي دلوقتي، اي مشاكل في الحويصله المريه يقولوا هنشيل لك المراره. كوليسيست يعني حويصله مريه، اكتومي تومي يعني تقطع، اكت يعني تشيل بره، اقطع وشيل بره. كوليسيست حويصله مريه، اكت يعني اكتوبيك يعني بره، وتومي يعني تقطع اناتومي. فالكلمه اربع حاجات فيها، كوليسيست حويصله مريه، اكت يعني بره، تومي اقطع وشيلها بره. بيعملوها بالمنظار دلوقتي. اسالني ناس كتيره معارفي ان احنا شلنا الجول بلادر، هل ده هياثر علينا؟ بقول لهم اطلاقا مش هياثر، لان احنا قلنا الليفر بتطلع البايل لمده 24 ساعه في السبع ايام 24/7، فالبايل هينزل سلولي بات كونتينيوسلي انتو ذا انتستين، يعني طول النهار في تدفق في الانتستين. ده انا اقول لك حاجه، البايل داكتس بتتسع شويه تعمل حاجه عشان تخزن حاجه خفيفه، البايل داكتس نفسها يحصل فيها اتساع خفيف. فالمهم انه لان البايل بينزل بصوره مستمره فالاوز الدايجيشن اوف فات سفيشنت تو مينتين جود نيوتريشن اند هيلث، يعني صحه العيان وغذاء العيان لا يتاثر لانه بيبقى عنده كميه فات كافيه انها تدايجست وتابزورب الفاتس. هاويفر ده يعني استدراك، يفضل انه العيان يتفادى الهاي فات ميلز، نيد تو بي افويدد. الهاي فات ميلز ما يصحش ياكلها لان هو يعني ما عندوش مخزون من البايل سولز كتير لكميه فات كتير، انما حياته هيعيشها الهيلث بتاعه عادي خالص، النيوتريشن بتاعه عادي، هتتسع شويه القنوات المريه، والبايل عموما بيطلع بصوره مستمره، فمش هيحصل اي تاثير يذكر على المريض، لكن يفضل ان هو ما ياخدش هاي فات ميلز. نهاية يا أولاد كده خلصنا واحد من أهم المحاضرات في الدايجيشن، محاضرة ما قبل الأخيرة، فاضل لي محاضرة واحدة في الدايجيشن ونخلصها. كانت دي أهم محاضرة في مفهومي اللي هي البايل بيجمنتس والجونس. أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم، ومرة أخرى لا تنسوا مساندة الأطفال من المصابين بمرض السرطان حتى تكتمل عدل. هقولها وما بزهقش يا أولاد، نحن بنشيل بعض. أنا في ناس كتير ساعدوني في حياتي فاكرهم واحد واحد، ولا يمكن يعني أنكر فضل أي منهم. أنا بحاول أساعد الآخرين من ضمنهم أنتوا كأبنائي، أنتوا بقى كملوا الدائرة، ساعدوا الأطفال دول. قلت بليز بدل ما تكتب لي لايك أو تقول آه ده أنا انبسطت جدا في حصة الجوندس، لا مكالمة صغيرة بمبلغ مش هيعمل لك أي حاجة، لكن زي بقول بحر عداده من نقط، يمكن نقطة مع نقطة مع نقطة في مجموع الناس اللي بيسمعوا وأوفر تايم تفيد شخص. أكون شاكر جدا لمساندتكم. زي ما بقول ما بقي في العمر صحة وبقية، يعني هأحاول أساند الآخرين، وإنتوا كمان هتعملوا كده، ما بقي في العمر صحة وبقية نساند الآخرين. ده دي يعني جذائها حلو جدا، مش في الحال الزائلة، في الحال باقية. أشكركم وأسعد بلقائكم ونلتقي في المحاضرة الأخيرة في الدايجيشن بإذن الله قريبا. شكرا.